بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة امبارح في مباراة هامة جدا في دور الـ 32 في مباراة الذهاب في النيجر، تعادل النادي الأهلي مع الحرس الوطني، فريق الحرس الوطني في النيجر. طيب خلينا أتكلم مع حضراتكم في ثلاث أو أربع أمور هامة جدا فيما يختص بهذه المباراة، في بعض الأمور وفي بعض المباريات اللي بتبقى عندك فيها أو بتبقى وحش فيها، بخليني أكون صريح مع حضراتكم، أو بتبقى سيء فيها في معظم المباراة، بتحتاج إلى النتيجة فقط، بتحتاج إلى النتيجة فقط. ولكن أنا مش هطلع أقول لحضراتكم مبررات. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا مش هطلع أقول إن الأرض وحشة وإن درجة الحرارة عالية وإن إحنا عندنا 11-12 واحد من اللاعبين مش موجودين مع الفريق وإن إحنا كذا وإن إحنا كذا، لا مش هطلع أقول كل هذه المبررات، ولكن هقول إن في بعض المباريات اللي بتبقى فيها وحش الفريق الكبير اللي دايما بيكسب في ظل هذه الظروف وفي ظل إن هو كمان الفريق بيلعب بشكل وحش. إحنا كلنا متفقين كأهلوية إن النادي الأهلي لم يكن جيد امبارح، ده إحنا كلنا متفقين. بالمناسبة مفيش حد من الأهلوية قابلته مبسوط من أداء مباراة امبارح، ولكن في نفس الوقت كل الناس عارفة أن هناك أمور أخرى خلت النادي الأهلي يصل إلى المستوى اللي لعب بيه امبارح. أمور أخرى إزاي؟ أنت عندك ناس كتيرة جدا جدا غايبة عن هذه المباراة. يا عم إسلام أنت هتقعد تقول لنا في مبررات وفي كلام، الحقيقة يا جماعة برضو ده مش كلام ولا مبررات ولا أي شيء خالص، ولكنها حقائق. الحقيقة دايما هي اللي بتبقى صحيحة أو هي اللي بتتقال قدام الناس وهي اللي بتوصلك في النهاية أن أنت تاخد البطولة، أن أنت تاخد البطولة. وبالمناسبة هو النادي الأهلي ما اتغلبش، النادي الأهلي تعادل في مباراة أمس. ليس طموح لاعيبة النادي الأهلي وليس طموح جمهور النادي الأهلي وليس طموح الجهاز الفني للنادي الأهلي وليس طموح مجلس إدارة النادي الأهلي أن يتعادل النادي الأهلي مع فريق أقل من المتوسط. الحقيقة خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، أقل من المتوسط، ولكن في نفس الوقت في ظل كل الظروف اللي حضراتكم شايفينها واللي بتسمعوا عنها واللي بيعتبرها البعض أن هي مبررات، استطاع النادي الأهلي أن هو يحرز هدف ويتعادل، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمنا في المباراة القادمة، لأنها مباراة هي مباراة مش صعبة وفي نفس الوقت هي مباراة مش سهلة. مباراة مش صعبة وفي نفس الوقت هي مباراة مش سهلة. ليه؟ لأن لو لعيبة الأهلي اللي موجودة ركزت في المباراة وركزت إن هي تكسب المباراة بعدد وافر من الأهداف هتقدر تعمل كده. وده اللي إحنا ننتظره من اللاعبين في المباراة القادمة. فعشان كده أنا دايما لما باجي أتكلم أن هناك بعض المباريات اللي بتبقى فيها وحش ولكن تعرف تكسبها أو تعرف تتعادل فيها. مش عارف ليه بعض من لا يشجع النادي الاهلي واخدنا في سكه ان الاهلي اتغلب. الاهلي ما اتغلبش بالمناسبه، الاهلي تعادل. الاهلي تعادل في مباراه كان من الممكن ان يفوز بيها بعدد اكتر من هدف او اثنين او ثلاثه وخارج ارضه. وخارج ارضه. البدايات بتخلينا كاهلاويه نبقى مبسوطين الفتره اللي بعد كده او مطمنين على الفريق الفتره اللي بعد كده، ولكن خد بال حضرتك ان انت عندك مباراه لسه يوم 23، عندك لاعبين بره الفريق مصابين او لاعبين لم يتم قيدهم، ان شاء الله سيتم قيدهم في دوري المجموعات، عندك بعض اللاعبين المصابين وده اتكلمنا فيها، ارضيه الملعب بقى والحراره والكلام ده، ده كلام عاف عليه الزمن الحقيقه ومش عايزين نتكلم فيه، لان النادي الاهلي بيلعب في افريقيا شوف من سنه كام وبنفس في نفس هذه الاجواء والناس كلها عارفه الاجواء. وعلى الرغم بالمناسبه وانا بشوف ركله الجزاء، طبعا ركله الجزاء صحيحه 100%، والنادي الاهلي في ظل ان هو ما كانش كويس في هذه المباراه له ركله جزاء اخرى كان ممكن يطلع 2-1 او 2-0. يعني علي معلول احرز هذه ضربه الجزاء دي، وبعد كده محمد هاني له ركله جزاء واضحه 100، او اكرم توفيق له ركله جزاء واضحه 100% 100%. وانا الحقيقه مع مستر بيتسو موسيماني في الكلام اللي قاله امبارح في المؤتمر الصحفي، هو فين الفار؟ هو لماذا لا يتم تطبيق الفار من دور ال 32؟ هو دور ال 32 ده عيب مثلا ولا حرام؟ وبعد كده الادوار اللي بعد كده هي اللي بتبقى كويسه؟ حاجه غريبه جدا. يجب ان يتم تطبيق تقنيه الفار خلاص، بما اننا بنستعين دائما بتقنيه الفار في العالم كله فنبدا من دور ال 32. الاتحاد الافريقي الحقيقه قادر ان هو يعمل كده، وعنده من
الفلوس الاموال ان هو يقدر يعمل كده ويجيب حكام تانية ويشتغل على ان هو يحط فار في كل في كل الملاعب. ودي كانت بالمناسبه وعود باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي الحالي. فنتمنى هو بيقول ان الفار او كان بيقول يعني ما قبل انتخابه ان سيتم تطبيق الفار في كل المباريات وفي كل البطولات وفي وفي وفي. وامبارح لو كره زي دي وفي فار كانت ما اتحسبتش ركله جزاء. ده واضحه مليون في الميه، واضحه ما فيهاش اي كلام. بعيدا بالمناسبه هو ليس تبرير، وبعيدا عن ان الاهلي احنا متفقين كلنا ان الاهلي ما كانش لعيبه الاهلي ما كانوش في يومهم امبارح وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده، ولكن هل احنا مالناش ركله جزاء صحيحه 100% غير اللي اتحسبت؟ ليك ركله جزاء صحيحه 100% من غير اللي اتحسبت. هل حضرتك ما كنتش تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثه؟ كنت تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثه، خصوصا الشوط الاول اللي كان افضل شويه من الشوط الثاني. ولكن الفتره القادمه هي دي ركله الجزاء اللي انا بتكلم عنها. بصوا حضرتك عامله ازاي؟ يعني خلاص اكرم عدى، ده النجيله طلعت. وركله جزاء صحيحه 100%. بعيدا كل شويه هقول هذا الكلام، بعيدا عن ان النادي الاهلي كان وحش في هذه المباراه، ولكن ده حق، دي حقيقه اللي حضراتكم شايفينه ده، ان هذه ركله جزاء صحيحه للثانيه صحيحه للنادي الاهلي ولم تحتسب. حرام ولا مش حرام؟ ما هو ممكن كنت تجيب الجون ده وبعدين يخش فيه جون تاني تعادل مثلا. لكن انا بتكلم ان ليك ركله جزاء يا جماعه. يعني تعبنا من موضوع التحكيم في افريقيا وفي مصر وفي كل حته. الحقيقه النادي الاهلي بيظلم بشكل واضح واضح، مع الاعتراف ان النادي الاهلي كان سيء امبارح او ما كانش اللعيبه كويسه، عشان ما حدش يقول لي انت بتبرر. انا ما لا ابرر الاداء امبارح، ولكن انا كل اللي بقوله يا جماعه احنا لينا ركله جزاء تانية يجب ان يتم احتسابها، ولو تم احتسابها كانت الامور هتبقى افضل كتير من الشكل اللي احنا شفناه. على الرغم من ان انا شايف ان احنا ما كناش كويسين، ولكن في نفس الوقت هي مباراه، المباراه الثانيه تحديدا يوم 23 هتشوفوا شكل مختلف للنادي الاهلي. بعض اللاعبين اللي ما كانوش موجودين ان شاء الله يرجعوا، بعض اللاعبين اللي طبعا مش هيلحقوا اللي هم اللي لسه ما تأيدوش لان لسه هيقيدوا بعد كده. في حاجات هتحصل خلال الايام اللي جايه ان شاء الله، ان شاء الله هتبقى افضل. اللعيبه هترجع، اللعيبه هتاخد راحتها اكتر، الكلام ده كله. الاجواء مختلفه هنا، احنا دلوقتي الجو بالليل بيبقى حلو جدا، هتقدر تلاقي اجواء مختلفه. استاد الاهلي والسلام اللي هتبتلعب عليه المباراه القادمه استاد رائع، هتشوف كل حاجه وهتلاقي كل حاجه حضرتك عايزها كلاعب في الملعب، ان انت تعرف تباصي وتعمل يمين وشمال وتعمل كل اللي انت عايزه. وبالتالي نحن لا نبرر، ولكن احنا بنقول حقائق. احنا دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنقول حقائق. وخدوا بال حضراتكم، بعض من لا يشجع النادي الاهلي بياخد بيحاولوا طبعا، لان بس جمهور النادي الاهلي واعي وفاهم لمثل هذا الكلام، بيحاولوا ياخدوا جمهور النادي الاهلي لسكه ايه؟ ان الاهلي تحس ان الاهلي اتغلب. تعادلنا بالنسبه لنا ان احنا نتعادل مع فريق الحرس الوطني ده بالنسبه لنا كاننا اتغلبنا، ولكن في النهايه النتيجه تعادل ايجابي 1-1. وخدوا بال حضراتكم بالمناسبه، وانا بتكلم مع حضراتكم كده عايز اقول لحضراتكم شويه نتائج لبعض الفرق اللي لعبت في دور ال 32، وهي فرق اسماء كبيره جدا في القاره الافريقيه، دايما اللي بيوصلوا للنهائي ولنصف النهائي والادوار المتقدمه في البطوله الافريقيه. شباب بلوزداد الجزائري اللي كان في ربع نهائي النسخه اللي فاتت خسران بره ارضه قدام اسك الايفواري 3-1. يعني فريق كان في ربع نهائي خسر امام اسك في المباراة الأولى خارج أرضه 3-1. النجم الساحلي التونسي اتعادل مع أحد الفرق في رواندا 1-1. سان داونز اتعادل بره أرضه مع بطل جمهورية الكونغو 2-2. الوداد المغربي خسر 1-0 من هارتس أوف أوك الغاني بره أرضه. الهلال السوداني اتعادل 1-1 بره أرضه مع ريفرز النيجيري. وفاق سطيف الجزائري اتغلب من وذيبو الموريتاني 3-1. بره أرضه. حتى الترجي التونسي تعادل سلبيا 0-0 بره ارضه مع الاتحاد الليبي. ففي النهايه النادي الاهلي، بعيدا عن ان النادي الاهلي ما كانش كويس في هذه المباراه، النادي الاهلي لما تيجي تبص بقى بعد نهايه المباراه عامل نتيجه ايجابيه جيده. هي لا ترضي طموح الجمهور ولا ترضي طموح اللاعبين ولا الجهاز الفني ولا الاداره، ولكن في نفس الوقت هي في الاخر نتيجه ايجابيه هتشتغل عليها بقى في المباراه اللي جايه.
كلنا ثقة في الفريق، إن شاء الله هنصعد وهتبقى الأمور أفضل من كده بكتير. خلوا بس الناس تلعب، وخلوا الناس تتحرك، وخلوا الناس تروح وتيجي. الفترة اللي فاتت كان فيها تغيرات كثيرة جدا في التمرين وفي أداء اللاعبين، وده اللي كنا شايفينه وكنا دايما بننقله لكم من على شاشة قناة النادي الأهلي. ما تخلوش البعض من لا يشجع النادي الاهلي ياخدنا لسكه الانتقاد. بننتقد بالمناسبه، قناه النادي الاهلي بتنتقد، واللاعبين نفسهم بينتقدوا انفسهم، ولكن في النهايه بننتقد وكل حاجه، ولكن الهدف الرئيسي هو مصلحه النادي الاهلي، وازاي نقدر نوصل لدور الثمانيه، دور القادم، وبعد كده الستاشر، وبعد كده الثمانيه، وبعد كده عايزين ناخد البطوله، عايزين ناخد البطوله ثلاث مرات ورا بعض. هو لم يتحقق هذا الامر قبل كده في الجيل 2005 و2006 في نهائي النجم الساحلي، حرمنا منها من التحكيم في 2007، وبعدين رجعنا خدناها تاني في 2008، كانت هتبقى اربع مرات ورا بعض. فدلوقتي احنا محتاجين ان احنا ناخد هذه البطوله، لانها هتبقى البطوله الثالثه على التوالي للنادي الاهلي. ان شاء الله يبقى يكون انجاز تاريخي يليق بالنادي الاهلي، وهو ده اللي احنا دايما بنبص له، وهو ده دايما اللي احنا بندور عليه. السنة اللي فاتت أولى المباريات اتلعبت في النيجر وكسبنا 1-0 سونيديب، وكسبنا 1-0 وما اتفرجناش على المباراة لو تفتكروا، عشان كان عندنا بعدها على طول السوبر مع الزمالك، فما اتفرجناش على هذه المباراة. ولكن امبارح الأداء مش كويس، ولكن كفريق كبير قدرت تطلع بالنتيجة 1-1. في بعض المباريات بتبقى وحش، ولكن محتاج النتيجة، وخصوصا مباريات الذهاب والعودة. لو مباراة في دوري مجموعات ولا حاجة ممكن أقدر أتكلم مع حضرتك في هذا الأمر، ولكن مباراة رايح جاي أنت بتحتاج النتيجة. الأداء إحنا متأكدين وواثقين في هذا الفريق. شوفوا اللي حصل السنة اللي فاتت، شوفوا في اللي حصل في السنة اللي قبلها، هتلاقي إن في بعض المباريات بنبقى وحشين، ولكن إحنا عندنا هدف في الآخر. الهدف بتاعنا في الآخر هو الوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة الـ11، الفوز بالبطولة الثالثة على التوالي، عشان تبقى حاجة تاريخية لهذا الجيل وللنادي الأهلي. إن شاء الله ده يحصل، وإن شاء الله ده نشوفه في الأيام القادمة. ننتقد ونقول اللي احنا عايزينه وكل حاجة، ولكن دايما انتقاد جمهور الأهلي بيبقى في مصلحة الفريق، بيبقى بيتماشى مع الفريق مش عشان حاجة تانية. النهاردة لما بتسمع من جمهور الاهلي تسمعهم بيقولوا ايه؟ احنا متضايقين وزعلانين ان الفريق ظهر بهذا الشكل، ولكن احنا في ظهر الفريق وهنفضل واقفين ورا الفريق، لان هو ده النادي الاهلي، وهو ده جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى في ظهر فريقه في كل الامور وفي كل المباريات. اتحاد الكوره حكايته حكايه الحقيقه. حكايه زي ما حضراتكم عارفين، خلال من حوالي شهر تقريبا اجتمعت الجمعية العمومية وبعتت بعض التعديلات للاتحاد الدولي لكرة القدم. النهاردة رجع جواب أو جه جواب من الاتحاد الدولي لكرة القدم برفض كل المقترحات، وإن الانتخابات ستقام في شهر 1 القادم، شهر يناير القادم، بنهاية عمل اللجنة الثلاثية. بعض الأندية في الجمعية العمومية بعتت قالت أنا عايز اقتراحات معينة تتغير، وبعض البنود تتغير في اللائحة وكذا وكذا وكذا، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم النهاردة رد على أعضاء الجمعية العمومية وقال لهم إن الانتخابات في شهر 1 القادم، بعد الانتخابات ما كانت هتتعمل اليومين اللي جايين دول، لا يوجد أي تعديل بناء على الاتحاد الدولي لكرة القدم. اتحاد كرة القدم قال كمان ان الفيفا رد على التعديلات اللي طلبتها بند بند بالتفصيل، ولكن الحقيقة برضو ودي حاجة غريبة ان اتحاد كرة القدم لم يعلن ماذا قال الفيفا عن البنود ولماذا رفض هذه البنود، على الرغم من هو قايل ان اتحاد كرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم رد على بند بند، ولكن ما اعلنش ايه هي الردود اللي قالها الاتحاد الدولي لكرة القدم. أتمنى إن ده يحصل عشان المصداقية، عشان الناس بس كلها تشوف وتقرأ، وعشان الجمعية العمومية هي من تدير، وليس هي اللي جابت طبعا أي مجلس إدارة منتخب بيجي من الجمعية العمومية، فالجمعية العمومية دي من حقها إن هي تدير، من حقها إن هي تعرف. على فكرة ممكن يقروا الكلام ده كله، لماذا رفضت بعض التعديلات، يقروها ويقتنعوا بالكلام بما إنه جاي من الاتحاد الدولي، واعتقد ان هو لازم يبقى كلام محدش شاف هو الاتحاد الدولي قال ايه. ف
الاتحاد الدولي قال ايه؟ الاتحاد الدولي قال ان هذا الامر محفوف بالمخاطر، ان انا اعدل في التوقيت الحالي. وقالوا اعملوا الانتخابات على اللائحه اللي حطتها اللجنه الخماسيه اللي كانت موجوده برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني. لكن مش هيعمل تعديلات دلوقتي. هو ده اللي هيحصل، وهو ده اصبح الامر الواقع اللي هنمشي بيه خلال الفتره القادمه. على الجانب الاخر، بكره اجتماع لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب بحضور وزير الشباب ورئيس اللجنه الاولمبيه لمناقشه طلبات احاطه حول مخالفات ماليه واداريه منسوبه للاتحاد المصري لكره القدم. اكدت بعض المصادر حسب المنشور على جريده اليوم السابع الحقيقه ان ما يقرب من 27 نائب تقدموا بطلب احاطه ضد مسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم لقيامهم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لاشخاص لا علاقه لهم بالاتحاد دون ان يؤدوا اعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم اثبات ايرادات بطوله الامم الافريقيه لكره القدم 2019 ضمن موارد الاتحاد في الموازنه السنويه الصادره عن الاتحاد المصري والتي بلغت 16.6 مليون دولار امريكي. واوضح ان مسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم لم يقوموا بمطالبه الاتحاد الافريقي للايرادات المستحقه لاتحاد الكره والخاصه بالبطوله الافريقيه تحت 23 سنه حتى الان، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكره القدم هذه الاموال. اتحاد كره القدم رايح على فين؟ محدش لسه عارف ايه اللي هيحصل، لانه في كلام كتير جدا جدا في هذا الامر. واعتقد طالما الامر هيصل الى القضاء هنخلي القضاء دايما هو اللي بيتكلم في هذه الامور، وهم اللي يفصلوا ويقولوا لنا ايه الصح وايه الغلط في هذه الامور. طيب، مش عايزين نتكلم كتير في قصه هذه المباراه الصعبه جدا او اللي لعبها النادي الاهلي بظروفها بكل ما فيها وبكل ما لها وبكل ما عليها خلال اليوم امبارح او اول امبارح الحقيقه، وان شاء الله كلنا بقى هنبقى ثقه في الفريق خلال المباراه القادمه اللي الكل ينتظر ان نرى الاهلي بشكل مختلف، ان نرى بيتسو موسيماني بشكل مختلف، ان نرى اللاعبين بشكل مختلف. ان شاء الله بعض الاصابات هتكون رجعت، قفشه ان شاء الله هيكون متواجد مع الفريق خلال الفتره اللي جايه. اعتقد ان هؤلاء اللاعبين المصابين ومع قفشه هيفرقوا كتير جدا جدا في شكل الفريق. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل اخبار البيت الكبير، دائما النادي الاهلي واخباره بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعثه النادي الاهلي تصل الى القاهرة والفريق راحة من التدريبات 48 ساعة. موسيماني أعطى فرمان بأن الفريق هيقعد النهاردة وبكرة إن شاء الله راحة، وبعد كده يعود للتدريبات مرة أخرى. طيب، بعثة النادي الأهلي الحقيقة بعد نهاية المباراة مباشرة اتجهت إلى الطائرة الخاصة ورجعوا إلى القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا. وخلال المؤتمر الصحفي زي ما قلت لحضراتكم ان موسيماني شدد على انه يتمنى تطبيق تقنيه الفار في هذه الادوار من بطوله دوري ابطال افريقيا مستقبلا، مؤكدا ان هذا الامر سيكون مفيدا جدا لجميع الفرق. دي طبعا بعض اللقطات الخاصه والحصريه لقناه الاهلي لبعثه النادي الاهلي اللي حضراتكم طبعا شفتوها من امبارح النهارده. موسيماني ايضا بيطالب لاعبي الاهلي بغلق صفحه مباراه الذهاب امام الحرس الوطني. يستمر غياب عدد كبير من لاعبي الاهلي عن موقعة الاياب، حسام حسن طبعا وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وكريم فؤاد وعمار حمدي واحمد عبد القادر لعدم القيد الافريقي ومحمد الشناوي ومحمود متولي بسبب الاصابه. ان شاء الله الاهلي سيستعيد جهود محمد مجدي قفشه امام الحرس الوطني بعد انتهاء اجازه الزواج. طبعا ألف مبروك للنجم الكبير محمد مجدي قفشة، زواج سعيد ومبارك عليك يا رب دائما إن شاء الله، ويكون موجود معانا إن شاء الله في المباراة القادمة. تذكرتي ورابطة الأندية تعلنان عودة الجمهور الجماهير عن طريق بطاقة المشجع. زي ما قلت لحضراتكم أحلى خبر سمعناه من بداية تعيين رابطة الأندية لغاية دلوقتي أو انتخاب رابطة الأندية لغاية دلوقتي هو عودة الجمهور للمدرجات، حتى لو 2000، 1000 لكل فريق، 1000 للأهلي مثلا بيلعب أول مباراة ضد سموقة ضد الإسماعيلي يبقى 1000 للأهلي و1000 للإسماعيلي.
أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة عودة الجماهير للمدرجات عن طريق بطاقة المشجع الفان آي دي، ولن يسمح بتواجد أي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق هذه البطاقة، والتي سبق العمل بها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار وهو أفريقيا تحت 23 سنة، وحققت نجاحا باهرا دفع بعض الدول لطلب الاستعانة بنظام تذكرتي. الساعات القليلة الماضية شهدت عدة اجتماعات بين إدارة شركة تذكرتي ورابطة الأندية المحترفة لمسابقة الدوري للتنسيق للوصول لأفضل الحلول لعودة الجماهير للمدرجات بشكل منظم. وتعلن شركة تذكرتي عن فتح باب التسجيل من خلال موقع تذكرتي.com للتسجيل وحضور مباريات الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 بعد موافقة الجهات الأمنية على تواجد 2000 مشجع في المباراة الواحدة. بداية جيدة جدا، نتمنى ان هي تزيد، ومن المتوقع ان شاء الله ان هي تزيد خلال المباريات او بتوالي المباريات. واحلى حاجة عجباني الحقيقة ان دايما رابطة الأندية مع شركة تذكرتي تلاقيهم دايما بينزلوا كل حاجة وبيوضحوا كل حاجة، يعني قائمة الممنوعات في مباريات مسابقة الدوري الجديدة بعد عودة الجماهير. أنا بحب أقرأ الحاجات دي لحضراتكم علشان تبقوا عارفين اللي هيبقى رايح المباراة أو يتم تسجيله في تذكرتي.com يبقى عارف إيه الحاجات اللي ما ياخدهاش معاه، لأنك مش هتخش غير لما ما تبقاش معاك الحاجات دي. وضعت رابطة الأندية عددا من المواد الممنوع على الجماهير اصطحابها في مباريات الدوري الجديد، لا سيما بعد قرار عودة الجمهور. تضمنت لائحة العقوبات التي تم إرسال الأندية قائمة كبيرة بالمواد الممنوعة، وهي مؤشرات الليذر، عبوات الطلاء، البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى تسبب الحريق أو الضرر، الألعاب النارية والشعلات، السجائر وملحقاتها، والسجائر الإلكترونية، الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، الحيوانات، بطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة، المظلات وعصا السيلفي، لفافات الورق، الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، ويسمح فقط بالأكواب البلاستيك، التسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط، الكحول والمخدرات، المواد ذات الطابع العنصري مثل الأعلام أو القمصان، طائرات الدرون، المواد الترويجية أو الإعلانية، الكرات بمختلف أنواعها، يمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سنتيمتر. وبالتالي أي واحد رايح أو قبل تسجيله على تذكرتي.com لازم يبقى رايح معوش أي حاجة من ضمن هذه الحاجات اللي لا تعتبر خطر على الدخول لأي مباراة. رابطة الأندية أيضا بتقول يمنع على أي لاعب تغيير رقم قميصه طوال الموسم. حذرت رابطة الأندية على أي لاعب تغيير رقم قميصه في الموسم 2021-22، وأكدت رابطة الأندية في اللائحة الجديدة عدم أحقية أي لاعب في تغيير القميص طوال الموسم الواحد. ومنحت الرابطة الحق للأندية في إعطاق رقم اللاعب المنتقل للاعب آخر في نفس الموسم بعد إخطار الرابطة واتحاد كرة القدم. زي ما قلت لحضراتكم الحمد لله، يعني الرابطة بتوضح كل الأمور، الحاجات اللي ما كانتش بتحصل السنة اللي فاتت أو كنا بنتكلم عنها كتير السنة اللي فاتت، السنة دي إن شاء الله تلاقوها واضحة وصريحة على الجميع. طريقة تحديد أندية أفريقيا الأربعة حال عدم اكتمال مسابقة الدوري الجديد، تمام. وضعت رابطة الأندية في لائحة الدوري الجديد عددا من البنود تحسبا لعدم اكتمال المسابقة في نسختها الجديدة بسبب كثرة ارتباطات منتخبنا، ومن بين هذه البنود البند الخاص بتحديد الأندية المصرية الأربعة التي ستشارك في النسخة بعد المقبلة في بطولات أفريقيا. وفقا للائحة، في حالة عدم اكتمال الدوري قبل نهاية الدور الأول يتم ترشيح نفس الأندية التي شاركت في النسخة السابقة، أما في حالة عدم اكتمال الدوري بعد انتهاء الدور الأول وبدء الدور الثاني يتم اختيار الأندية الأربعة الأولى في الجدول بعد آخر مباراة تم لعبها لجميع الأندية المشاركة في المسابقة، عشان تبقى كل الأندية على نور. عندك مشكلة دلوقتي أو لا قدر الله حصل أي حاجة في الدوري تبقى عارف إن لو انتهت في الدور الأول يبقى الأربع فرق اللي هتلعب مع أو اللي لعبت في بطولات أفريقية السنة دي هي اللي هتلعب في الموسم القادم،
في نهاية الدور الثاني أو في الدور الثاني وبعد نهاية الدور الأول، يبقى الأربع أندية على آخر مباراة لعبت إيه اللي هيحصل زي ما حصل السنة اللي فاتت. اتحاد كرة القدم بيصرف مكافأة خاصة لكيروش ولاعبي المنتخب بعد الفوز على ليبيا. معرفش، أنا بالنسبة لي مثل هذه الأمور هي أمور غريبة شوية، لأنه هو كارلوس كيروش طبعا لسه جاي ومباراتين صعبين وكل حاجة، واتكلمنا في هذا الأمر، ولكن في النهاية بالمناسبة هو منتخب مصر من المفترض أن هو يكون الأقرب للتأهل إلى المباراة النهائية اللي من بعدها إن شاء الله نصل إلى كأس العالم، في ظل طبعا وجود المنتخب الليبي والمنتخب الجابوني والمنتخب الأنجولي، منتخبات محترمة وبلاد كبيرة ومحترمة وكل حاجة، ولكن أنا بتكلم على الشكل التاريخي أو الناحية التاريخية بالنسبة لمنتخبنا الوطني والأداء واللاعبين اللي موجودين مع منتخبنا الوطني، فحتى القيمة التسويقية للاعبين لو قارنت الأندية اللي بيلعب فيها هنا لمنتخبنا الوطني وبقية المنتخبات هتجد فرق كبير جدا جدا. وبالتالي معرفش، أنا بالنسبة لي موضوع المكافأة الخاصة ده غريب شوية. قررت اللجنة أنها التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مكافأة خاصة لكارلوس كيروش المدير الفني. أيوة، إيه الرسالة اللي حضرتك عايز تعملها لكارلوس كيروش؟ أن أنت كسبت ووصلت جيد جدا جدا، وهو شايف على فكرة، وهو رجل متابع للإعلام، عنده ناس بتقول له كل حاجة وعنده شركة خاصة بهذا الأمر بتبعت له وبتقول له كل حاجة، وإيه اللي اتقال عليك وإيه اللي اتقال على المنتخب، وهو بالمناسبة بيتفاعل على تويتر وبينزل بيانات وبيتابع اللي بيتكتب وبيعمل كل حاجة الحقيقة. فبالتالي إيه الرسالة اللي حضرتك عايز توصلها لكارلوس كيروش؟ أن أنت عملت معجزة؟ عملت شكل جيد للمنتخب وغيرت شكل المنتخب، ولكن ده الطبيعي بالمناسبة أن منتخب مصر يكون الأول على هذه المجموعة. اللجنة كانت قررت صرف 90,000 جنيه لكل لاعب المنتخب بعد الفوز على ليبيا ذهابا بالأسكندرية ليتصدر، وإيابا بثلاثية نظيفة في بني غازي ليتصدر مجموعته بعشر نقاط، بينما جاءت ليبيا في المركز الثاني. الجبلية ترشح استاد القاهرة أو الدفاع الجوي لاستضافة مباراة جيبوتي والجزائر. كشف مسؤول اتحاد كرة القدم المصري عن الملاعب المرشحة لاستضافة لقاء الجزائر وجيبوتي بالجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم، حيث أن المباراة ستقام في ملعب استاد القاهرة أو الدفاع الجوي، حيث أن هناك محاولات مع أمل إقامته في استاد القاهرة، وإذا ما تعذر فسيكون استاد الدفاع الجوي هو البديل. جيبوتي هي اللي طلبت إقامة المباراة في مصر لصعوبة استضافتها في جيبوتي. أسماء القائمة الدولية النهائية للحكام 2021 وثمان أسماء للساحة والمساعدين. أسماء حكام الساحة: كابتن محمود البنا، كابتن إبراهيم نور الدين، كابتن أمين عمر، كابتن محمد عادل، كابتن محمد معروف، كابتن أحمد الغندور، كابتن محمود ناجي، كابتن عبد العزيز السيد. أسماء الحكام المساعدين: كابتن محمود أبو الرجال، كابتن أحمد حسام، كابتن سمير جمال، كابتن أحمد توفيق طلب، كابتن يوسف البساطي، كابتن هاني عبد الفتاح، كابتن سامي هلهل، كابتن شريف عبد الله. دي أسماء التي يختار الاتحاد الدولي الفيفا 14 حكم من القائمة المرسلة من الاتحاد المصري. برضو ماشي، أزمة في معسكر حكام أبو قير بسبب اليويو تيست. هو اسمه كده، اليويو تيست، اختبار بدني يعني. شهد معسكر حكام القسم الثاني المقام بأبو قير بالأسكندرية أزمة للجنة الحكام الجديدة بسبب رسوب أكثر من حكم في اختبارات اليويو تيست، إلى جانب جهل الحكام بالكثير من القوانين الجديدة والمعدلة في كرة القدم، وذلك طبعا على عهدة اليوم السابع. وأكد بعض الحكام ممن رسبوا في اختبارات الفيديو تيست أنهم لم يحصلوا على أي محاضرات منذ فترة طويلة تصل إلى أكثر من سنتين. وده دايما اللي أنا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم، اتكلمت في هذا الموضوع 100 مليون مرة. وبالمناسبة، طب أنت ليه يا إسلام بتقول الخبر ده؟ لأن الحكام الممتازة هو اللي بيتم تصعيدهم في حالة إن حكم بطل أو حكام عندهم مثلا مشاكل ولا بتاع، فالممتاز به هو اللي بيطلع. تخيل حضرتك إن اللي في الممتاز به لو مش عارف القانون من دلوقتي، أو مش عارف تحديثات القانون، مش عارفين يشتغلوا على الفيديو، بيقولوا إن هو ما بياخدش محاضرات. طب إزاي؟ هنعملها يعني؟ هيطلع عندنا جيل آخر من الحكام إزاي؟ هو دايما يقول لك ايه، خلي الحكم يتعجن في المسابقات الدرجه الثانيه والثالثه عشان بعد كده يطلع
عنده خبره كبيره في الدوري الممتاز او جاهز للدوري الممتاز وما يخافش من المباريات الاهلي والزمالك والكلام ده كله. لكن بالخبر ده او بالخبر ده ازاي؟ هنعملها ازاي؟ طبعا كابتن عصام الله يكون في عونه اتمنى، ولكن دايما انا بأكرر هذا الامر من دلوقتي، لان زي ما حضراتكم شايفين في افريقيا امبارح بدل ما تاخد او تكسب مباراه اتغلبت او تعادلت انا اسف بسبب عدم احتساب ركله جزاء، لان الحكم شاف ان هي مش ركله جزاء او مش عايز يحسب ركله جزاء ثانيه، مع ان الاثنين ركلتي جزاء صحيح 100% اللي اتحسبت واللي ما اتحسبتش 100%، ما فهمش اي كلام الاهلاوي واللي غير اهلاوي بيقول ان هم ضربتين جزاء. فالحقيقه الحكام المصريين عليهم دور كبير جدا جدا خلال الفتره اللي جايه، ومن فضل حضرتك يا كابتن عصام كلنا ثقه فيك وكلنا عارفين ان انت رجل محترم ولك دور كبير في الفترة القادمة. أتمنى أن الكلام اللي احنا بنسمعه ده عكس كل اللي احنا بنقوله. الحكام دي هي اللي هتقود المباريات خلال الفترات القادمة. النجم الكبير كابتن مؤمن زكريا، مؤمن زكريا بيستعين بدعاء تسهيل الأمور عبر انستجرام. استعان النجم مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي بدعاء لتسهيل الامور في بوست جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام في احدث مشاركه له عبر منصات السوشيال ميديا، وسرعان ما تفاعل متابعيه على بوست الدعاء وقدموا له كل الدعم لتخطي ازمته الصحيه التي يعيشها منذ فتره. الحقيقه مؤمن من الناس اللي احنا بنفرح بيهم جدا، او من اللعيبه اللي احنا بنفرح بيهم جدا جدا، ما يقول اي حاجه، حتى اي حاجه يقولها هنبقى مبسوطين، وواخد دعم كل الجمهور، جمهور النادي الاهلي وكل جمهور مصر الحقيقه بيدعم هذا الرجل لانه بيستحق. فاحنا بنفرح جدا لما بنشوف مؤمن كاتب حاجه، بيقول حاجه، بيحاول ان هو يبين للناس ان هو كويس. ربنا يكرمه وان شاء الله يرجع بالف الف سلامه. طيب دي كانت اخبارنا، وبعد هذا هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع اتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا، وبعد كده ان شاء الله هيكون عندنا الفقره الثانيه مجموعه او اربعه من النقاد الصحفيين اللي هيكونوا معانا في الجزء الاخير من هذه الحلقه. هنتكلم معاهم في كل هذه الامور، كل الاخبار اللي سامعينها، اخبار الحكام، اخبار اللجان، اخبار البنود اللي بيتكلم على اتحاد كره القدم، هنتكلم في كل هذه الامور، وهنتكلم عن شيء مهم جدا جدا، وده اللي هتكلم معاكم مع حضراتكم فيه. ولكن بعد هذا الفاصل عايز اتكلم معاكم عن انجازات مجلس اداره النادي الاهلي، او بلاش انجازات، ماذا فعل مجلس اداره النادي الاهلي خلال اربع سنوات. بعد هذا الفاصل هرجع اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. غدا ان شاء الله في تمام الساعه السادسه ينطلق اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، انا اسف مش اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، حفله ستظهر من خلال هذه الحفله ما حدث خلال اربع سنوات ماضيه منذ ان تولى كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته رئاسه النادي الاهلي وعضويات مجلس اداره النادي الاهلي. ايه اللي هيحصل بكره؟ الحقيقه كلها مفاجات. ايه اللي هيحصل بكره؟ هيبقى هناك سرد لاربع سنوات من العمل الشاق لمجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه وده هيبقى اعضاء الجمعيه العموميه عارفين الكلام ده كويس جدا، ان ما حدث خلال الاربع سنوات الماضيه يعد اعجاز كبير جدا 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 جدا، لانه كان برنامج متقدم. ما تم عمله من هذا البرنامج او ما تم بالفعل في هذا البرنامج هو تقريبا 100% ويمكن اكتر من 100%، وده اللي هنسمعه بكره ان شاء الله من خلال حفله كبيره جدا هيعرض فيها مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ماذا حدث خلال اربع سنوات ماضيه. وطبعا كالعاده زي ما حضراتكم عارفين هتكون هذه الحفله منقوله على شاشه قناه النادي الاهلي عشان تشوفوا حضراتكم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي، او ايه اللي حصل خلال الاربع سنوات الماضيه. النهارده برضو في نهايه هذه الحلقه هيبقى عندي تقرير مهم جدا جدا جدا، مشجعه اهلاويه، واحنا قاعدين الحقيقه انا وفريق فريق الاعداد قاعدين بنتفرج على بعض الفيديوهات في جريده الوطن، شفنا ام خالد. ام خالد هي سيده مصريه جميله جدا وسيده مصريه عظيمه جدا الحقيقه، بتشتغل وفي نفس الوقت بتشجع النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي،
وكان نفسها تكون موجوده في النادي الاهلي. عملنا لها النهارده الحقيقه، شرفتنا بالزياره وكانت متواجده معانا النهارده وقت كويس جدا داخل النادي الاهلي النهارده الصبح الحقيقه، وصورنا معاها تقرير وان شاء الله هنعرضه لحضراتكم في نهايه بعد الفقره القادمه الحقيقه، لانه تقرير طويل شويه عشان تعرفوا قد ايه ان في ناس بتحب النادي الاهلي حتى وهي شايله الانبوبه على ظهرها، وهي حاطه الانبوبه على ظهرها بتتفرج على النادي الاهلي وبتشوف النادي الاهلي بيعمل ايه وحافظه لعيبه النادي الاهلي ازاي وبتفكر ازاي وبتشوف. هتسمعوا تقرير رائع جدا 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 لسيده مصريه اصيله وعظيمه، ده ان شاء الله هيكون في نهايه الحلقه. الفقره القادمه ان شاء الله هيكون معايا اربعه من النقاد الرياضيين الكبار الحقيقه، هنتكلم في كل هذه الامور، الاستاذ محمد القوصي والاستاذ خالد الاتريبي والاستاذ عبد الحكيم ابو علم والاستاذ محمد ابو علي، هيكونوا معايا عشان نتكلم عن كل ما حدث في الساحه او كل ما يحدث في الساحه الرياضيه، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتريبي. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن سلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام كله كويس الحمد لله. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا عبد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ انا عايز اقول لك شابوه على الحوار بتاع اوجستي. حوار ممتع كان كويس بصراحة. جدا الحقيقه جدا الناس، انا قعدت قدامه بصراحه، هو راجل جميل جدا ومدير فني رائع الحقيقه. لا ومش سهل يا كابتن ان برضه حضرتك كنت لعيب كوره انك تحاور واحد عنده عقليه هاديه ومتزنه ومرتب افكاره كويس جدا ومدرب باسكت على اعلى مستوى. هو الحقيقه ما كانش بيطلع منه الكلام بسهوله. فبجد بجد بجد انا وقفت قعدت قدام التلفزيون بتفرج ما اتحركتش. ربنا يخليك. شابوه بجد يا كابتن. شكرا جدا. اخصم منه 5 دقايق يا كابتن. اخصم منه 5 دقايق. ماشي خصمنا 5 دقايق. وايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد ابو علي. ازيك يا ابو علي؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ منور الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبي. استاذ محمد خليني ابدا ببكره، بكره ان شاء الله في حفله النادي عامل حفله، مجلس اداره النادي الاهلي عامل حفله لعرض ما تم خلال 4 سنوات. يعني هي حاجه زي كشف حساب. يعني طبعا شيء جميل من الكابتن محمود الخطيب. يعني مش كتير انك تلاقي ناس تطلع تقدم كشف حساب. وان بحاسب نفسي بنفسي وبقول انا عملت ايه وبقدم لكم كل التفاصيل كحساب ختامي انا اللي بقدمه بنفسي للناس وللجماهير ولاعضاء النادي والمجلس ادارتي وللي جايين. فالحقيقه حاجه جميله جدا بالكابتن محمود الخطيب، وحاجه محترمه وبتعبر عن القيم والمبادئ الموجوده في النادي الاهلي وبتحقق المبدا بتاعه اللي هو تاريخ وتطوير ومبادئ. اتكلم عن تاريخ النادي الاهلي وازاي نجح في تطوير النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اكيد هيكشف لنا عن اللي حصل في ال4 سنين دول بالكامل. حصل نقله كبيره جدا في النادي الاهلي على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الرياضي، على كل المستويات الحقيقه. النادي الاهلي عمل قفزات كبيره وقفزات عملاقه في عهد كابتن محمود الخطيب، كانت مفاجاه للناس كلها الحقيقه. اعتقد ان المرحله المقبله هتكون مختلفه تماما بالنسبه للنادي الاهلي، لان المؤكد انك انت هتبني على ما وصلت اليه الان. كلنا بننتظر هذا المؤتمر اللي كابتن محمود الخطيب سيعقده غدا ان شاء الله 6 مساء في النادي الاهلي. اعتقد ان هنشوف برضو في رؤيه مختلفه، اراء جديده، لاول مره رئيس نادي يطلع يحاسب نفسه قدام الناس كلها، ودي حاجات تميز الكابتن الخطيب الحقيقه. اعتقد شيء جيد يا خالد اللي بيحصل ان احنا نشوف ماذا حدث خلال ال4 سنوات الماضيه من تطوير وانشاء مقرات النادي الاهلي. دايما انا بقول مقرات النادي الاهلي ما بقولش افرع، لانها بالفعل هي مقرات بتورينا جوه كل مقر له خصوصياته، ولكن في النهايه الكل تحت تطوير واخلاق ومبادئ. طبعا هو فكره ان اهلي مدينه نصر واهلي زايد واهلي جزيره هو كل اهلي دايما، هي نفس التجمع ان شاء الله. التجمع طبعا، هي الفكره كلها الاقصر والاقصر طبعا ولسه اللي جاي ان شاء الله. يعني لانك عندك طموح دايما انك تكون متوسع، دايما طموح انك تكون اكبر. الفكره كلها ان احنا اتعودنا على مدار التاريخ، مش في انتخابات الانديه بس، في اي انتخابات، اي انتخابات، اي حد بيدخل بيقول انا هعمل 1 2 3 4 وكل الناس تفضل مستنيه واحد حتى يتعمل، ما فيش 2 حتى يتعمل، ما فيش. ثم نفس الشخصيات تنزل في الانتخابات اللي بعدها تدارى من اي كلام هي قالته قبل كده وتلحس اي كلام هي قالته قبل كده، كمان بتعيد نفس الوعود. بتتكلم بشكل عام طبعا. نعم. بتعيد نفس الوعود اللي قالتها في البرنامج الاولاني وبعد كده مفيش اي حاجه. انما حد يعمل برنامج انتخابي كان اسمه برنامج عائله الاهلي، عائله الاهلي، كان مفند وكان كان نازل كده ورق كبير كده للناس بيقول لك كل الورق ده هتعمل، كل المشاريع دي هتتعمل،
فانك تقول الناس تعالى انا البرنامج كان اهو وانا عملت 1 2 3 4 وفي امور كمان زادت على البرنامج اللي كان موجود، فده اكيد بياكد ان الناس دي ما بتهزرش، الناس دي ما بتقولش وعود في الهواء، الناس دي عايزه النادي الاهلي اللي بتتمناه، النادي الاهلي اللي يفضل مستمر على القمه. الوصول للقمه بيكون سهل، الحفاظ عليها اصعب بكتير جدا، انما النادي الاهلي دايما بيختار الصعب، دايما بيختار انه يكون على القمه بالعمل مش بالكلام، وده اللي هياكده الكابتن محمود الخطيب واللي احنا شايفينه اصلا واحنا لامسينه خلال طول السنين اللي فاتت. مش مستنيين، انا واحد من الناس مش مستني، انا عارف والجماهير عارفه الكابتن محمود الخطيب عامل ايه، بس ده مبدا بيقره للي بعديه وبيصعب على اللي بعديه. ما اكيد الكابتن محمود الخطيب في وقت من الاوقات والمجلس ده هيسلم المهمه في وقت من الاوقات لناس جايه بعده، فبيقول لهم انا واحد من الناس في وقت من الاوقات حاسبت نفسي، فكل واحد جاي بعد كده ان شاء الله يعني في المستقبل هتحاسب نفسك، مش هتستنى حد يحاسبك، فده مبدا كويس جدا بيعمله كابتن محمود الخطيب. يعني مؤتمر مهم في وقت مهم يا حكيم. طبعا مؤتمر كشف حساب برضه لازم الناس تبقى تاخد بالها من حاجه مهمه جدا يا كابتن اسلام. اتفضل. ان انت عندك سنتين كان في شبه توقف حتى لو كانت مباراه الدوري بتقام، بس يعني بنسبه مثلا 50-60% توقف للحياه على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا. نعم. تمام؟ السنه الاولى طبعا كلنا عارفين الحاجات اللي مرت بيها، وبرغم كده مجلس الاداره اللي هو تعهد، لان القائمه كلها بتاع كابتن خطيب نجحت، تعهد ببرنامج اسماعيليه الاهلي. البرنامج ده كان بيضم عدد من المحاور، اولهم الحفاظ على هويه النادي، تمام، وده اللي ظهر بشكل واضح جدا في شكل اسوار النادي، في شكل المداخل بتاعه النادي بتاعه المقرات والفروع، حاجات كتيره جدا خلينا نشوفها بكره. افضل يعني تمام. وظهر كمان في الوعود اللي انت عملتها، انت قلت محله تانية للشيخ زايد، عملت تانية واشتغلت في الثالثه. فرع مدينه نصر خلاص اعتقد على الفينش الرئيسي، مدينه نصر ممكن تقول بقى مقر تاني جوه المقر، ليه؟ اللي انت عملت فوت كورت، عملت منطقه ترفيهيه، وعملت الجراج اللي كان هو حلم يمكن 3-4 دورات عدوا. بجانب الجزيره طورت فيها وحافظت على الهويه بتاعه النادي. اعتقد ان دي جزء مهم جدا، وانك بترسي قاعده مهمه في الموضوع، هو الا ان اي مجلس اداره يجي، احنا ما بنتكلمش او مش النادي الاهلي ما بيتكلمش على انديه ثانيه، بيتكلم على نفسه، اي مجلس اداره يجي هيقدم وعود اخر الاربع سنين انا اللي بحاسب نفسي وبقول لك انا عملت ايه. واعتقد ان بكره الكابتن خطيب مش هيكتفي بكده، هيكتفي بحاجات يمكن هيقول حاجات كان شغالين فيها بس محدش يعني لسه هتعلن بكره. طيب مفاجآت، من الممكن ان نرى مفاجآت غدا يا ابو علي ولا ايه رايك؟ هو كابتن يعني توقعي زي ما استاذ محمد قال واستاذ خالد واستاذ حكيم ان هو كشف حساب. كشف حساب عامه او في الغالب ما بيبقاش فيه مفاجآت، على قد ما بيقول انا في ظروف معينه وفي ظل وقت معين الناس كلها بتعاني من مشاكل اقتصاديه ومشاكل صحيه، انا كنت ثابت وكنت شغال، والناس العمال البسيطه اللي عانت في كل مكان كانت بتاخد حقوقها ومرتباتها فضلت ماشيه في وقت كان في ناس كتيره مرتباتها، او في ناس مشيت ناس وفي ناس فصلت ناس، لا انا كنت ثابت ومرتبات الناس بتاعتي كانت بتاخدها بانتظام في وقت غايب عني بطولات مهمه، او انا كراجل بتاع كوره بقى واساسي يعني مهتم بالمشجع العادي، شفت ان بعد غياب 7 سنين مثلا لبطوله دوري ابطال افريقيا بقدر احقق البطوله 2 ورا بعض. وقبليها وصلت فاينل في 7-8 شهور، قبليها سيمي فاينل قدام الترجي. كنت حاسم وقت الازمه بتاعت سان داونز واللي حصل فيها، ووقت رحيل فايلر القرار بالتعاقد مع موسيماني في التوقيت ده بالذات، ان هو راجل مطلع على الكره الافريقيه، عارف الاهلي كويس، عارف المنافس بتاع الاهلي، الحاجات دي كلها بالنسبه لي بتمثل لي انا كراجل الاهلي اساسه الكوره، يعني سر شعبيه النادي الاهلي في الكوره. انا لما الاقي 3 بطولات دوري من 4 بطولات انا باخدهم، بكسب كاس مصر، بكسب 2 سوبر، بكسب سوبر افريقي، بكسب 2 دوري ابطال افريقيا زي ما قلت لحضرتك، باخد برونزيه كاس عالم الانديه. الموضوع كمشجعين نادي الاهلي اللي هم غالبيتهم او حتى في الاعضاء في ناس كثيره منهم بيهتموا بالكوره، حصل نجاحات كثيره جدا على المستوى الرياضي بجانب الالعاب الاخرى. فدي كلها وجهه نظري دي اللي هتتعرض على الجمعيه العموميه بكره، على جمهور الاهلي عامه اللي هو الجزء طبعا طبعا من خلال شاشه قناه الاهلي كله هيتفرج بكره ان شاء الله. بالظبط. وما اكتفيتش كمان بان انا باخد بطولات بالكوره، لا ده انا البطولات دي يعني هقول لحضرتك كده بالورقه والقلم، 2 دوري ابطال افريقيا عاملين معايا 5 مليون دولار مكسب للنادي الاهلي. لما باخد ثالث العالم باخد 2.5 مليون دولار. داخل كاس العالم اللي هي اللي جايه ان شاء الله المفروض في يناير، اقل حاجه حتى لو كنت انا اخر فريق ضامن مليون دولار على الاقل. السوبر الافريقي حوالي 200,000 دولار. فانا كمان ده انا
باخد بطولات وبنعش خزينه النادي بمبالغ كبيره. فده في كل يعني في حد ذاته ده بالنسبه لي كراجل مهتم بالكوره او بتكلم باسم الجمهور العادي، ده نجاح طبعا يحسب للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. ومش عايز انسى طبعا واحد شريك يعني اصيل العميد محمد مرجان، وكان موجود في الفتره اللي كانت اصعب فتره بتهيألي عدت ثلاث سنوات. لا كابتن سرهم كمان فتره صعبه جدا، وكانت يعتبر التاريخ هيقف عندها ان دي من اصعب الفترات اللي مرت. الثلاث سنين دول كانوا بالزبط. يعني فيهم فتره كان في كلام كتير وكان في تلاسن وكان في تطاول وكان في حاجات غريبه على الوسط بتاعنا. فانا برضو عايز اوجه له التحيه من خلال منبر حضرتك وقناه النادي الاهلي على المجهود اللي بذله. الناس بتتكلم عن المجلس، فزي ما اتكلمنا عن المجلس ندي الراجل ده حقه يعني. طبعا استاذ محمد خلينا بقى ننتقل الى جانب اخر، لان احنا بكره ان شاء الله عاملين تغطيه كامله لهذا الامر من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ان شاء الله من الساعه 6. حضراتكم تقعدوا قدام شاشه قناه النادي الاهلي تتفرجوا كالعاده يعني كعاده جمهور النادي الاهلي. 5 بقى كابتن. 5 عايز 4 كمان مفيش مشكله يعني. انت تؤمر. ما انا اللي ماسكهم الفريق من 5 احنا طالعين اهو. لا 5 طالعين اهو، 6 هنبدا المؤتمر ان شاء الله. طيب استاذ محمد خليني اسال حضرتك عن مباراة امبارح، لانه امبارح الحقيقه كلام كتير جدا عن، ودايما مباريات الدور ال 32 بيبقى ليها طابع خاص يعني، ممكن تبقى كويس قوي ممكن تبقى وحش. ممكن وجهه نظرك في مباراه امبارح ايه؟ يعني بشكل عام والرؤيه العامه اللي احنا شفنا بيها النادي الاهلي امبارح، يعني الاداء يعني مش هو الاداء الاهلي اللي احنا كنا منتظرين، مش هو المستوى، مش هو الفكر، مش هناش اي تغيير عن اللي حصل. يعني احنا مفنشين الدوري بشكل غير مرضي بالنسبه للنادي الاهلي ولجمهوره، وشفنا مشهد الكابتن الخطيب مع اللعيبه، السوبر برضو اللي فقد النادي الاهلي. جاء هذا الماتش استمرار لسلسله العروض بغض النظر عن النتائج، يعني النتيجه حلوه كرقميه، متى النتيجه بره ايا كان نتيجه بتتعادل 1-1 وكمان نتيجه ايجابيه فده شيء جيد يعني. لكن العرض ما كانش مستوى النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيحمل دوري ابطال افريقيا دورتين على التوالي حاجه عظيمه جدا، سوبر افريقيا اسمه بيهز اي حد وبيلعب اي حد في القاره الافريقيه، فمواجه فريق اصلا تقريبا مش مصنف على مستوى القاره الافريقيه، طبيعي جدا يبقى خايف منك متخوف منك، في فارق قدرات كبير جدا ما شفناش ده موجود في الملعب. شفنا ان الاهلي غير جاهز بدنيا، شفنا الاهلي غير جاهز فنيا، شفنا الاهلي كان بامكانه ان يخلص المباراه بدري لكن تراجع في ادائه في الشوط الثاني لدرجه ان الفريق ضغط وسجل هدف، كان ممكن لا قدر الله انك ممكن تخرج بهجوم، لكن في النهايه خرجت بالتعادل. الاهلي عنده نواقص في اللعيبه بشكل كبير جدا، ما حدش يقدر ينكر ده، غير الصفقات الجديده كلها مش معاك، بيغيب عنك الشناوي، بيغيب عنك قفشه، بيغيب عنك عدد غير قليل جدا من حسين الشحات، عدد غير قليل جدا من اللعيبه، بتلعب في ظروف غير جيده، في اول مباراه في الموسم غير جاهز بدنيا برضو، كل ده بيؤخذ في الاعتبار. لكن من وجهه نظري ليس هو الفريق المرضي للنادي الاهلي، عندنا طموحاتنا كبيره جدا في النادي الاهلي، اعتقد المرحله اللي جايه هتشهد شكل افضل للفريق يعني. طيب المرحله اللي جايه من وجهه نظرك كيف يطور موسيماني يا خالد الفتره اللي جايه، لانه مهم جدا المباراه القادمه. الموضوع عند هويه النادي الاهلي، وده اللي زعل الناس يعني. انا متابع جدا للناس، واكيد كلنا متابعين لردود فعل الناس، وبعض الناس وكتير من الناس كان منفعل، وانا شايف ان هو من وجهه نظري انفعال له ما يبرره. ليه له ما يبرره؟ النادي الاهلي خسر نقاط كتيره في الدوري السنه اللي فاتت، ولازم لما نيجي نحسبها من وجهه نظري ما نحسبهاش ماتش واحد بس، نحسبها هو فلسفه اتغيرت ولا لا. فلسفه موسيماني في اللعب مع الفرق الصغيره والمتوسطه هي لما بجيب جون برجع ادافع، وده حصل كتير جدا. ده خسرني نقاط في المحله، خسرني نقاط في الجونه، خسرني نقاط انا يعني مش متذكر، انما هي نفس الطريقه، اكسب واحد ارجع. ليه ارجع؟ يعني هو دايما النادي الاهلي هو اللي متحكم في زمام الامور. انا معاك في كل اللي ممكن تقوله في انك اللعيبه مفتقد عنصر كتير جدا من اللعيبه، انما لو مسكنا القايمه بتاعت اللعيبه اللي كانت بتلعب كلهم لعيبه دوليه، يعني لعيبه النادي الاهلي كانت موجوده، علي لطفي لعب دولي، محمد هاني لعب دولي، كل اللعيبه اللي بتلعب، ايمن اشرف لعيب دولي، علي معلول لعيب دولي، ديانج، السوليه، ياسر، كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه دوليه. ففكره ان انا اقول لسه بادئ موسم ده مردود عليها، فكره برضو ان انا غاب عندي لعيبه برضو مردود عليها. انا بتكلم في فلسفه، بتكلم في تفكير، هل انا ظهر هويه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي ظهرت في الملعب؟ لا، ما ظهرتش في الملعب. تظهر في الملعب لما انا اكون انا اللي بحرك الامور، انا المتحكم في الامور، خاصه لما بلعب فريق زي ما قال الاستاذ محمد
مش مصنف. فكره الاجواء والرطوبه وكل شيء كل ده خلاص بقى، ده احنا من 1900 يعني من اول يعني بدات من الثمانينات الناس الناس وانا بحب يعني عايز اوجه رساله، بس خلي بالك يعني معلش دي لانها مهمه جدا، دي حقيقه الحراره بتؤثر، الملعب بيؤثر، ولكن احنا نقصد ان احنا تعودنا النادي الاهلي تعود. عندك خبراتك، عندك خبرات، اللي احنا بنقول خبرات، وكل اللي هو في الملعب بتؤثر وبشكل طبعا كل اللي في الملعب مهم جدا. كل اللي في الملعب كان خبرات، بس انا عايز بس اقول للناس ان احنا بنقول الكلام ده مش عشان اقول لك موسيماني وحش، انا بقول لك سلبيات دي لابد. حضرتك سالتني سؤال نعمل ايه علشان، مش عشان المباراه اللي جايه، انا ما عنديش شك ان النادي الاهلي هيعدي يعني وهيبقى ان شاء الله يعني ما عنديش شك في ده. انا عندي فكره، لا الناس قلقت لا ده يتكرر تاني في الدوري، ما اقدرش اقول للناس ما تفكرش كده، لان المفروض الناس كانت قبل الماتش ده مفكره ان هو هيحصل العكس. محتاج ان احنا نشوف ده عملي بالظبط عشان الناس تقدر تغير من وجهه نظرها. انا مش هقدر اقنع الناس اقول له طبيعي، لازم اقول اقف ورا الفرقه، اقف ورا المدير الفني طبعا، بس ده طبيعي ان انا اقوله، انما عشان الراجل ده يصدقني وعشان الراجل ده يمشي معايا في نفس الاتجاه لابد انه يشوف بعينه ده في الملعب، لابد انه يشوف ان في النادي الاهلي البعبع اللي بيخوف اي فريق. طيب اللي بيجيب جون واثنين وثلاثه ده النادي الاهلي. امتى هشوف النادي الاهلي كده يا ابو حكيم من وجهه نظرك؟ يعني اعتقد الصفقات الجديده اللي الاهلي ابرمها هيكون لها دور مهم جدا، لكن برضو في جزء مهم جدا على كباتن الفرقه اللي هم يعتبروا ولاد النادي او ولاد النادي فعليا، محمد الشناوي، ايمن اشرف، وليد سليمان، اعتقد الفتره، وعلي معلول باعتباره واحد من اللاعيبه المخلصه جدا للنادي، اعتقد لازم يكون لهم دور مع موسيماني ومع كابتن سعد الحفيظ. لازم يعني في بعض اللعيبه في الفرقه، واحنا مش عايزين نتكلم عن اسماء، لازم تاخد بالها من مكانها كويس جدا، لان الفتره اللي جايه معايا ده هيجي ازاي؟ لان انت يبقى عندك السكواد كامل. الاضافات اللي جايه الست لعيبه، الاربعه والاثنين راجعين لك من اعاره، في لعيبه معينه هي عارفه نفسها بالاسم، اعتقد اماكنها صعب جدا يبقى لها مكان بالمستوى اللي هم بتظهر بيه. صعب جدا ان انت تحافظ على مكانك مع وجود اسماء بحجم بيرسي. وهو المطلوب. طبعا. وهو المطلوب ان طبعًا. انت تبقى دايما خايف ان اي حد يجي يلعب معاك، مش خايف. المشكله الان على مكانك. المشكله ان اللعيبه دي مش فاهمه ان هي مش هتبقى رقم اثنين. لو انت فاكر ان انت هتبقى رقم اثنين بعد اللي جاي ده تبقى غلطان، هتبقى رقم ثلاثه. ثلاثه واربعه كمان. في اللي جاي هتبقى 3 4. لا كل لاعب المفروض بيبقى فاهم الكلام ده كويس جدا. لا ما في لاعب، في لعيبه يا كابتن مش حاسه او المستوى اللي انت شفته، ما هو برده مش عايزين نحمل موسيماني الجزء الاكبر. لا في لعيبه معينه لازم تاخد بالها وتطور من نفسها وتعرف ان الوضع مش هيستنى كتير، القطر هيتحرك في الدوري، القطر مش هيستناك، مش هتكون موجود هتنزل. بالظبط كده، مهم جدا. كلام للتذكره. حضرتك بتقوله ده كلام للتذكره. مش هيستناك القطر. الاهلي عنده عناصر وعنده لعيبه كامله، بس مهم كباتن الفرقه لازم يتلموا ولازم نقفل ودنا شويه ونشتغل، لان الناس بتركز جدا مع خطاك وبتسيب ناس بتكسر ازاز ومحدش بيفتكرها ومحدش بيجيب سيرتها، وموضوع عدى ولا كانك في اي حاجه خالص، ومركز مع الاهلي. اصل موسيماني طبعا في اخطاء، بس لازم يا جماعه زي ما في موسيماني اخطاء نقول ان امبارح الحكم تغاضى عن ضربه جزاء، تغاضى عن دي حقيقه، تغاضى عن حالتين طرد. لا حالتين طرد، حالتين طرد في الشوط الاول. لعيبه النادي الاهلي ما هو ما ينفعش في الكوره يا كابتن اسلام، ده برضو يا جماعه لكل الناس اللي بتتفرج علينا، ده مش لا احنا اول اول كلام اتكلمنا قلنا اخطاء، احنا اول حاجه اتكلمنا قلت لك في لعيبه لازم تعي ان هي الفتره اللي جايه مش هيستناها الدور. أيوه. قبل ما نتكلم عن مباريات، احنا مالناش مباريات، احنا بنقول حقائق في ضربه جزاء، حقائق حقائق. ركله الجزاء ده اعترف بيها حتى كل خبراء التحكيم قبل احنا ما نتكلم فيها، اعترف بيها اللي مش اهلاوي. ما بقول لك يعني كابتن في الشوط الاول، في الشوط الاول في كوع واضح جدا لعلي معلول، لعلي معلول الجناح اليمين بتاعه بوضوح اداله انذار، يعني دي لا تقبل الشك ان يديله طرد. بس في حاجه يا كابتن مهمه جدا، اتفضل. هو ليه الناس ما توقفتش عند اصابه كابتن محمد الشناوي وما تمش تحقيق في الموضوع؟ انا اتمنى يكون في تحقيق في اصابه محمد الشناوي. محمد الشناوي اصابته يعني، هو ليه انا المفروض مني كنادي اهلي اتحمل اخطاء غيري؟ ليه ما حدش يطلع ويقول يا جماعه الاصابه دي كانت 1 2 3؟ ليه ما حدش عايز يقول الحقيقه؟ لحد دلوقتي احنا مش عارفين الحقيقه لحد دلوقتي، ما تعرفش مين الصح ومين الغلط. هل الشناوي لعب؟ هل الشناوي ما كانش جاهز بنسبه 100%؟ حد يطلع يقول لنا الحقيقه. ليه الاهلي يدفع ثمن خطا ما حدش عايز يعترف بيه؟ اتمنى ان حد الكوره، الجهاز الفني، المنتخب يطلع يعلن الموضوع. عارف مين اكتر واحد يجاوب على السؤال ده؟ الشناوي ولا غيره؟ لان انا واحد من الناس تواصلت مع اطراف عديده من جهاز الفني المنتخب، وكلهم اقسموا بالظبط ان الشناوي نزل سليم، وقالوا من ضمن ردودهم في الكلام لو الشناوي مصاب لعب ليه؟ اذا
مهما حققت وانا بقول لك خالد ان هو تمت اوريدي قاعده مع الشناوي واتكلموا في القصه دي وكان في كلام قبل الماتش ولا بعد لا لا بعد ما جه للنادي واتكلموا وكان في كلام خلاص نقفل القصه دي ونركز بالعقل لو هو خارج هيقول له انا قلت ما شوتش بدون رجلي ليه وهو مش جاهز انا قلت انا مش جاهز وانت صممت لا انا قلت ان انا ما شوتش لو هو جاهز بنسبه 100% بيقول الكلمه دي زي دي ليه انا في الاخر بتمنى بعيد عن الاجهزه الطبيه اتمنى حد مسؤول يطلع يقول حقيقه اصابه الشناوي واللي منين؟ تحملها الاهلي منين منتخب كوره منتخب هينكر طب مش هيدين نفسه مستحيل يتحمل الاهلي نتيجه خطا هيقعد شهرين حارس مرماك الاساسي هيقعد شهرين مش موجود ده لا يقل من علطفي الكلام لا طبعا انا الكلام اللي انت بتقوله ده حكيم بالظبط يوم الماتش بالليل انا كنت طالع هنا في البيت انا شفت حضرتك فعلا نفس الكلام كده بالظبط قلت له ما فيش مشكله لما واحد يطلع اي حد يطلع يقول لنا والله الشناوي حصل 1 2 3 ومن فضلكم قولوا لنا بس عشان نقدر نبقى يعني بنتكلم شويه وضوح الناس محتاجه تعرف ايه اللي بيحصل يعني ولكن في النهايه النادي الاهلي هو البيت الكبير طبعا لا مش البيت الكبير هنا لكن هو النادي الاهلي بالفعل هو البيت الكبير يعني وبتتحمل كل الظروف اللي انت بتمر بيها بالظبط كده وبتقدم تضحيات برضه من اجل المنتخب الوطني زي ما قدمت تضحيات في الموسم اللي فات بالظبط المنتخب الاولمبي في المنتخب الاولمبي ولعبت مباريات اتصاب برضه قعد 3 شهور بالظبط موضوع الغضروف بس كان الامور واضحه انا بتكلم على وضوح بتكلم على مبدا التضحيه انا بتكلم على لو كان في احمال بدنيه خاطئه الناس انا بتكلم على حته هو انت ليه بتخبي انا بس كابتن حته الماتش دي عايز يعني اتكلم فيها في نقطه زي ما حضرتك قلت احنا هنا احنا في البيت الكبير وبنتكلم عن البيت الكبير بالنسبه لنا كناس اهلاويه طبعا ويهمنا مصلحه النادي الاهلي في المقام الاول طبعا طبعا لما بنتكلم في فرق بين النقد البناء اللي هو بيحاول يصلح من حاجه انت شايف في مسار مثلا ماشي في طريق فانت بتحاول تخلي المسار ده يمشي في الطريق الصح لما بنتكلم على عشان في ناس بتزعل لما بنتكلم على جهاز فني وبنتكلم على لعيبه وبنتكلم على الفرقه او سوء نتائج احنا عايزين الاحسن او احنا الطبيعي ان احنا يا بنتكلم في قناه يا بنتكلم بصوت الناس طبعا. اللي عايزه توصل صوتها للدور لو خلي بالك الميزه برضو يا ابو علي في اللي انت هتقوله او في اللي بتقوله ده ان اللعيبه نفسها عارفه الكلام ده اللعيبه نفسها عارفه ان هم مقصرين يا خلي بالك ده دايما بتبقى بدايه جيده ده اللي مزعل الناس بقى بس التقصير ده يعني يطول فالناس بتهزم الموضوع انا لما اخسر دوري وبعديها على طول اخسر سوبر فالناس متوقعه وانت عارف الكلام ده كابتن اسلام احنا باللعب الاسماعيلي انا ما خسرتش كتير فعشان لا ما انا عارف طب والله بجد مش بهزر حتى لما رحت الحاصص جبت بطولات لا سيبك انا بتكلم على الاهلي انت بتلعب الاهلي انا ايام انا يعني ما كنتش بخسر يمكن الماتش الوحيد اللي انا افتكر ان انا خسرته نجم الساحلي وكان بفعل فعل والناس كلها شايفه يعني شاهده وعارفه وايه اللي حصل في الماتش ده والماتش اللي هناك فيعني فانا عشان كده مش متابع جيد انا بقول لحضرتك انت كان في حاجه كانت متربيه جوه لعيبه النادي الاهلي او جمهور الاهلي يعرفها ان الاهلي لو خسر ماتش او خسر بطوله اللعيبه بتنزل تاني ماتش الروح نفسها انت بتحسها حتى وبيجري على الكره يجيب يلعب اوت او كده أيوه. الناس مش حاسه دي نقطه ناس بتتكلم ان انا عندي 9 و10 لعيبه صفقات واصابات ما كانوش موجودين لو ركزت في ال10 لعيبه دول مش هتلاقي واحد فيهم في خط الدفاع ولا واحد فيهم في نص ملعب الديفندرات اللي هي بتميز اي فريق او سر قوه اي فريق دفاعيا يبقى عندك ديفندرات قويه وعندك خط دفاع قوي انا دلوقتي خط الدفاع بتاعي بالكامل موجود يعني اكرم وهاني موجودين علي وايمن اشرف ياسر وبنون اوريدي موجودين نص الملعب الديفندرات بتاعتي سواء السوليه او ديانج او حمدي الثلاثه موجودين ممكن تضيف عليهم اكرم بالظبط واكرم اوريدي بيلعب نص ملعب او بيلعب باك يمين طيب ايه بقى المشكله عندي ان انا دايما عندي مشاكل دفاعيه ما الناس الاساسيه موجوده انا ده اللي مزعل الناس لما اطلع اقول اصل الارض ومش عارف طب ما منتخب الجزائر لسه لاعب من كام يوم وغالب النيجر على الارض دي في الاجواء الحاره دي 4 فالناس لما بتتكلم يا كابتن اسلام بتتكلم خوف طبعًا. ايوه وحب في النادي الاهلي بالظبط عايزين يشوفوا النادي الاهلي احسن حاجه على طول وعايزين يشوفوا اللعيبه بعد ما بخسر بطوله او بطولتين ورا بعض المفروض ان انا بنزل الحماسه زي ما بيقولوا زمان عندكم ينزل بالسته ستارز دي يبقى ماشي بيرج الملعب وهو نازل اللي هو ما عندوش اي حاجه تخليه يلعب بهدوء او يستند انا فاكر ماتش الاسماعيلي راجعين من كاس العالم للانديه الساعه البيولوجيه لسه مع اللعيبه ما اتظبطتش وبنلعب نتغلب 3 تاني ماتش عندنا المقاولين الاستاد بيتقفل اللعيبه نازله وكسبنا 5 كلمه كويسه الاستاد بيتقفل دي اصل الاستاد بيتقفل دي لا انا اقول خلي بالك دي تفرق اللي هو ما زعلش او قال ده انتوا اتغلبتوا 3 انا برد عليك اهو ان الاستاد بيتقفل دي تبقى لقطه حلوه جدا طبعا. هي دي اللي بتفرق مع الناس طبعا. مع اللعيبه دي من وجهه نظري ما شافتش لسه الاستادات بتتقفل
داخلين خلي بالك البداية. داخلين ان شاء الله البدايه 1000 و2000 بس وبدايه جيده خلي بالك وفي لعيبه كل شويه هتعتزل وما شافتش جماهير فالاستاد متقفل دي بتفرق انا ما اعرفش كانت بتفرق معانا جدا 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 بالظبط المسج عايز اوصلها او اللي انا عايز اقوله ان جمهور الاهلي دايما مختلف طبعا انا فاكر ماتش 4-4 واحد من اعظم الماتشات اللي حصلت في تاريخ كره القدم بتاع المصريه فاكر تصريح للكابتن محسن صالح قال احنا ما كناش بنلحق نفرح بالهدف من جمهور الاهلي اللي هو او ما بيخش في الاهلي جون الاستاد كله بترج العب يا اهلي العب حضرتك فاكر الفتره دي طبعا ايام كنت كابتن ناس كثيره طلعت اتعودت على الفوز بس بطولات بس فوز بس بطولات بس فبقيت بعد كده تشوف اللعيبه بتخسر دوري وبتخسر سوبر والروح برده محتاجه دي النقط اللي الناس بتتكلم فيها او زعلانه منها واحنا بنلمس فيها عشان خاطر لو في لعيبه ما تعرفش طبيعه الجمهور عشان ما حضرتش او ما شافتش الجمهور في الملعب تبقى عارفه الهويه بتاعت الجماهير بيفكر ازاي او الناس بتزعل ليه من الخساره عشان في لعيبه بتقول ما احنا خدنا افريقيا وخدنا وخدنا لا خلاص انسى هي دي كل ده في الدولاب انتوا جابتين راجعين من كاس العالم لا 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 ده في الناس بتقول الدوري يا اهلي لا وهناك السنه اللي فاتت كمان الدوري لما كانت كاس العالم في قطر موسيماني قال معايا هنا قال يا جماعه وانا هناك الناس قالت لي افريقيا افريقيا والسوبر الافريقي والبتاع فيعني الناس لسه بتفكر دايما كده وده جمهور الاهلي وهو ده الفارق ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني استاذ محمد مهم جدا الكلام اللي اتقال في القعده ولكن على في نفس الوقت المسانده دائما واجبه من جمهور النادي الاهلي طبعا. ان انت تفضل واقف في ظهر ناديك واه من حقك ان انت تنتقد ومن حقك ان انت تقول ومن حقك ان انت تعمل ولكن المسانده دائما موجوده من هذا الجمهور تمام. الواعي والفاهم يعني بالنسبه للجمهور حتى لو قسيت على اللعيبه وانتقدت ما تبحش يعني احافظ برضه على اللعيبه ودايما عاده جمهور الاهلي زي ما قال ابو علي جمهور الاهلي مختلف بيحب الفرقه وبيعني اكتر حاجه بيحبها في الكون تقريبا النادي الاهلي الحاجه اللي بتفرحه الحاجه اللي بتسعده فحتت ان لاحظناه ان في قسوه جامده جدا غير معتاده من جماهير النادي الاهلي او من الاهلاويه بشكل عام على اللعيبه وعلى الفرقه اعتقد محتاجين مسانده محتاجين نقف في ظهرهم واعتقد ان قرار عوده الجماهير دي فرصه ان الجمهور ده يعني يقف بقوه في ظهر النادي الاهلي مظبوط اعتقد ان الـ 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 ان حكايه 2000 ل 1000 دي البدايه ويمكن شفنا النهارده السيد مجلس الوزراء بيؤكد على ان دي بدايه وهترفع الكثافه الجماهيريه ممكن تصل الى اكثر من 50% في الملاعب ودي حاجه عظيمه وحاجه مميزه يعني طبعا. لكن المؤكد والمهم ان التجربه دي مرتبطه بالجمهور نفسه قبل ما تكون مرتبطه باي قرار مظبوط الجمهور هو من سينجح هذه التجربه او يفشلها الجمهور بانضباطه والتزامه واحترامه وعلينا كلنا جميعا ان نعي ان احنا رايحين الملعب ده علشان نقف في ظهر فرقتنا مش علشان نصف حسابات مع اخرين ومع الجمهور او نهتف ضد فريق منافس او يحصل تكسير او تحصل حاجات الحاجات دي كلها عايزينها تنتهي من الملاعب كمان الانضباط ده لن يحدث الا بوجود لوائح وقوانين صارمه تتصدى لاي حد يخرج عن النص يعني النهارده انا شايف بعض هذه اللوائح او يعني بدايه يعني ان هي حاجات جيده الحقيقه اللي يقول معاك ما تجيبش معاك كذا وكذا وكذا بالظبط ده شيء كله جميل واعتقد ان بطاقه المشجع اللي عاملاها تذكرتي ده حاجه مميزه جدا لانها تحدد كل شخص وهتحمل كل واحد المسؤوليه مباشره يعني حاجه كويسه وحاجه جيده جدا احنا عايزين الجمهور يرجع وبنحب الجمهور وبنقدر الجمهور والجمهور له قيمه كبيره جدا وشفنا قد ايه قيمه الجمهور النهارده يا كابتن اسلام في ماتش نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الانجليزي النهارده كانت المباراه شغاله في الدقيقه 40 عندما اصيب احد المشجعين بازمه قلبيه واغمى عليه واللعيبه راحوا للحكم وقفوا المباراه وكادت المباراه ان تلغى بسبب احد المشجعين واحد وسط 40,000 شوف زي ما اللاعب له قيمه انت برضه ليك قيمه كبيره جدا طبعًا. قيمه مهمه جدا طبعًا. لابد ان تعيها اعتقد ان جمهور النادي الاهلي قادر على اللقب بقوه خلف الفرقه ودايما هو اللي بيعيد الاهلي وبص الفرق الشعبيه هي اكثر يعني الفائزين والكسبانين من قرار عوده الجماهير مظبوط لان هنا هيحصل فرق بقى في وزي ما خالد قال لك كده قال لك ايه؟ قال لك ان في لعيبه ممكن تكون لعبت واعتزلت من غير ما تشوف جمهور وخلي بالك الجمهور معرفش ما وجهه نظري دايما ان الجمهور ده بيوديك في حته ثانيه الجمهور ده عنصر مشكل لشخصيه اللاعب مشكل فعلا مشكل ويقدر يخلي لاعب متوسط المستوى اعلى بكتير جدا لو شخصيته تستحمل خصوصا مع وجود 13 نادي بالظبط خمس انديه شعبيه بس في الدوري بالظبط بالظبط الجماهير هتبقى عامل رد فعل ويفرق كمان مع الانديه الشعبيه وجود الجماهير انما انا عايز اقول حاجه يعني ايه في فكره عوده الجمهور اللي باتت قريبه جدا
لابد من السيطرة على كل مثير للفتنة على السوشيال ميديا. الرابطة برضو اللي عاملة كده بس عشان عشان هو دايما الرابطة عاوز لو كان هنا كان يقول لي بص شفت الرابطة. انا اتمنى انا لا اكره. لا نعملها ازاي؟ لابد من تطبيق بقى حقيقي بقى حرفيا الميثاق الاعلامي على كل واحد. ما مطلوبش من الجمهور انه يكون ملتزم وانا سايب واحد عمال يسخن الدنيا على السوشيال ميديا. بص ايوه هي دي انت الاول والموضوع الاعلام بتسيطر بالاول الدنيا يبقى فيه ضوابط. انا خلاص اللي انا عايز اوصل له بقالي سنين خلاص وصلت له. انا على الباب من الممكن اول ما ادخل على الباب الاقي السلوك متغير من الجماهير. ليه؟ كان في واحد طول الليل بيسخن في الدنيا على صفحته على السوشيال ميديا على فيسبوك. الناس تدخل تشتم يرجع القرار يقول لك اقفل. لا ما مش هتبقى كده. لابد اني وجهه نظر لابد ان اسيطر على الامور من البدايه. وكل واحد يعرف ان صفحته على السوشيال ميديا دي مش هو قاعد في بيته. دي مش كل واحد ماسك خاصه لو شخصيه عامه او متابع بشكل كبير جدا والناس عارفه انا كلام على مين تحديدا على فكره. بس طبعا انا ما بحبش ان انا يعني ادي حد يا استاذ خالد ما بحبش ادي حد اكتر من قيمته يعني. انما لابد ان تحط كل واحد في اطاره الطبيعي. عارف لو اطارك الطبيعي انك بتستغله بشكل كويس حتى لو منافس هقول اسمك وعلى الملأ. انما طول ما وظيفتك الحقيقيه انك تهيج في الجماهير وانك تستعدي الجماهير وتلاقي الناس تاني يوم تدخل مشحونه طبيعي فما عملناش حاجه. طيب برضو يا ابو علاء المشكله في هذا الموضوع موضوع الجمهور ده ان احنا كيفيه السيطره على السوشيال ميديا. لانه الحقيقه ده موضوع مهم جدا جدا جدا. ازاي اقدر اسيطر على السوشيال ميديا علشان ما اخليش واحد يطلع يسخن؟ تفعيل القانون. انت دلوقتي القانون في بنود جديده تمام وجوب الحبس على الناس اللي هي بتكتب مثلا حاجات او بتعمل حاجات غلط بتزيف حاجات. بس هو الجزئيه اللي هنا المفروض هل رابطه الانديه هتتعامل مع الهيئه الوطنيه للاعلام ولا هتتعامل مع مين بالظبط في موضوع السوشيال ميديا؟ يعني السوشيال ميديا ده مين؟ يا رابطه الانديه لما تيجي تحب تتكلم في موضوع انا بحس الانترنت اعتقد يعني انت كل انا ده اللي بتكلم فيه. لابد ان يكون فيه حاجه خاصة بقى العقوبات المغلظة على المتابع بأكتر مثلا من 5000 متابع أو 10000 متابع. في قوانين نزلت بهذا الشأن ومتضمنة عقوبات تصل لحد الجرائم تجريم. بس ده بيستلزم يا أستاذ أوصي إن يكون في شكوى. يعني طبعا إن حد يكون شكوى. لا أنت تقصد إن الرابطة هي اللي تشتكي؟ لا مش الأمر. نشوف آلية يعني أنا دلوقتي في ناس معينة في الموضوع معروفة. يعني معروف الوسط الرياضي كويس جدا هي بتعمل إيه. لكن هي القضية برضه في بعض الناس اللي هي مش شخصيات في مش شخصيات رياضيه او اعلاميه ما هي بتعمل برضو حاجات وقلق فيسبوك وتويتر وممكن تكون بره مصر. في قضيه هتسيطر عليها ازاي؟ اللي انا كنت اقوله والله اصل انت واحد قاعد هي دي هتسيطر عليه ازاي؟ هي القضيه كلها وعمال هتعمل مع ايه ده؟ تفعيل القانون. هي زي ما خالد قال الرئيس وحضرتك كنت بتتكلم في اغلاق للحسابات ان الشخصيات العامه سواء لاعب راح لجمهور ورقص هتف عمل سخن الدنيا يتعاقب. سواء اعلامي كبير او حد مؤثر على السوشيال ميديا او هم اتنين ثلاثه معروفين اصلا وخاصه واحد دوت عملوا وقال لهم القانون هنطبق عليكم وهيخلص. انا كنت في النهايه هقول لك ان في الاول وفي الاخر هو واحد او اثنين هو واحد او اثنين او ثلاثه معروفين بس ببساطه شديده جدا. يا فلان احنا عايزين نبدا مسابقه كويسه جدا محترمه عملنا كل الامور وكل الاجراءات اللي تخلينا على اعتاب حاجه تاريخيه مش تاريخيه يعني بدايه تاريخيه بدايه جيده بدايه جيده بلاش تاريخيه خلينا نتكلم في المعقول او حتى بدايه تاريخيه. انت رابطه الانديه دي حاجه تاريخيه طليق على فكره طليق بكلمه تاريخيه لان انت بدايه تاريخيه انك هتدخل الانديه اللي بتدير المسابقه انك ده فكر محترف انك عايزين الموضوع يبقى كويس من كله. طالما احنا بنظبط جوده شاشه جوده منتج بنعمل دوري محترف بنعمل ماركتنج كويس فخلينا ندخل كل حاجه كويس. نخف فيسبوك ما تكلمش عن الانديه المنافسه خليك في النادي بتاعك ما تزيفش تاريخ ما تتكلمش على نادي غيرك ما تقولش تحكيم ما تقولش بص في ورقتك ما تقولش يعني اتعلم من قفشه قال لك لاعب بس الكلام ده يعني مش هنقدر نجني من وراه ثمار جيده الا اذا كان هناك قانون بيعاقب الاشخاص اللي بيتجاوزوا اصلا خصوصا القيادات الاعلاميه اللي موجودين في الصداره. يعني انا ما اقدرش اوصل للجماهير ومش هدور على جماهير في كل حته لكن اقدر اوصل للبرامج الرياضيه اللي بتعمل اثاره وبتعمل فتنه ونقطع من المنبع. وفوق هذا ان القانون اللي هيفعل في المدرجات بالظبط لو ما كانش عندي تفعيل قانون في المدرجات ولا احد عقوبات مشدده تمنع حضور المباريات يعني النهارده كانوا منزلين تمنع من حضور المباريات وتعاقب بطرق الى ان تصل الحبس مش هيحصل عندنا انضباط زي ما في الدوري الانجليزي
ما دول كانوا اكتر ناس مجرمين في المدرجات. الان الدنيا مفتوحه بيبقوا قاعدين محدش يقدر يتحرك مع الكرسي. اهم حاجه في العقوبه معلش يا محمد تحقيق عنصر الرد. بره بس كمل الرد يعني خالد يعني اي حد خارج عن المألوف خاصه لو كان شخصيه عامه وعوقب اي حد اصغر منه يخاف عنصر الردع يعني. وجهه نظر انا لما بطلع مع خالد كتير فما بطلع مع افضل مستمع خالد ما بيبطلش اتفضل. فاللي عايز اقوله يا كابتن استكمالا يعني كلام الاساتذه الكبار جمهور الاهلي الرهان عليه احنا نتكلم عن النادي بتاعنا وعمر الرهان على جمهور الاهلي ما خايب ابدا. شفنا ده في ماتش صن داونز في سيمي فاينال البطوله اللي هي اتلخبطنا كل اللي هي لا التاسعه او كان في دور ال 16 وشفنا ده كان دور الثمانيه احنا قابلنا صن داونز في ده بثمانيه وبعد كده ثمانية في نفس المسابقه دور الثمانيه اللي خلص 2-0 هنا شفنا الجمهور كان موجود في الاستاد والشكل عامل ازاي ما حصلش اي تجاوز ما حصلش خروج عن النص الناس كانت داعمه للفرقه وكل اللي كان في الاستاد في التوقيت ده شاف جمهور الاهلي عمل ايه. الرهان دايما على جمهور الاهلي كسبان زي ما الاستاذ قوسي قال الفتره دي هم في ايديهم هم والانديه الجماهير الانديه الشعبيه يعني في ايديهم يا التجربه دي تنجح وتكمل ويرجعوا المدرج اللي هم بيحلموا بيه بقالهم فتره والعدد يزيد من 1000 ل2 ل3 ل10 لحد ما يبقى 50% يا اما التجربه دي تفشل ويبتدي نرجع تاني لنقطه الصفر ونقول ان مفيش جماهير هتخش. كل ده واقف على تصرف الجماهير في الفتره اللي جايه بدايه من ماتش الاسماعيلي باذن الله. فهي رساله للجماهير يعني الانديه الشعبيه بالذات اللي هي عندها جماهير سواء اهلي او زمالك او اتحاد او الانديه الشعبيه يعني في ايديكم ترجعوا الكوره اللي احنا عارفينها وحلاوتها لغايه دلوقتي مش حلاوتها حلاوه الكوره فعلا وفي ايديكم ان انتوا يعني تقضوا على تجربه جميله احنا بنعيشها وشايفين مدى التطور وبنشكر طبعا رابطه الانديه على اللي بيحصل سواء بقى زي ما الاستاذ حكم قال حته النقل والبث واحنا متاخرين في الكلام ده لكن ان هو يحصل فده في حد ذاته حاجه كويسه ورساله من هنا ان يعني من جوه قناه النادي الاهلي جمهور الاهلي انتوا دايما على العهد يعني انتوا في ظهر ناديكم طول عمركم فنجحوا الفكره دي انتوا يعني والجماهير بتاعت الانديه الاخرى ان شاء الله. اللي ده يا كابتن بعد اذنك يعني ان لازم يكون في اصرار على انجاح التجربه بمعنى ان لا نسمح لاحد بافساد هذه التجربه بالتطبيق مبدا السيئه تخص ولا تعم. الجمهور اللي بيتجاوز ويخرج عن النص وبيحاول يفسد ويحاول يخرب علشان يلغي الفكره دي خالص ويخلي ملاعبنا برضو فاضيه كلها يعاقب. يعني احنا في مباراه حصلت خروج أربعة خمسة من 4-5 من الجمهور معايا عاقب بقى الجمهور الجمهور اللي موجود هو كله خارج على النص يعاقب الجمهور ويمنع من دخول المدرجات ايا كان هذا الجمهور. فبالتالي انت لما هتلاقي نفسك هتتعاقب وهتحرم ناديك من جمهورك هتلتزم وتنضبط. لكن فكره ان ما هو ممكن يكون في حد عنده فكره تامري ان انا مش عايز الجمهور ده يرجع المدرجات وارد ده احتمال موجود فده هيروح عامل اي فركيشه وبالتالي يمنع اي حاجه تظهر واحكم امنع خلاص بطل الجمهور التجربه فشلت. لا ما انا عاقب ده واللي ناجح يستمر والمؤدب والمحترم يستمر في الملاعب لغايه ما الدنيا تنضف وتبقى كويس. عموما هنشوف كل هذا الكلام ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا في هذا الحوار المنتهي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضو ابدا بحضرتك يا استاذ محمد. الفتره القادمه مهمه جدا ان الاهلي على المستوى الفني والمستوى الاداري وكل شيء. ايه اللي هيحصل في الاهلي في الفتره اللي جايه؟ يعني على مستوى كره القدم او على طبعا على مستوى كره القدم طبعا بص على مستوى كره القدم انا متاكد يرحمكم الله على مستوى كره القدم اتوقع ان الامور هتختلف تماما خصوصا لما الصفقات الجديده تنضم ليك. ما انت مش هتلحق الصفقات الجديده في الدور الافريقي الدور من بعد الماتش ده ما يخلص دور 2 خلاص بقوا معاك يعني وهيكون معاك في الدوري الدنيا هتبقى مختلف والشكل هيبقى مختلف. يعني اتوقع تحسن في اداء وشكل الاهلي ان شاء الله خلال المرحله القادمه شريطة ان يكون في هناك يعني نوع من الابداع لدى الجهاز الفني للنادي الاهلي بشكل مختلف بفكر مختلف ما تمشيش الامور بشكل تقليدي زي ما صارت فيه عليه في الشهور الاخيره. يعني على المستوى الاجتماعي والمستوى الاداري يمكن طبعا احنا بنترقب وننتظر انتخابات النادي الاهلي المقبله واعتقد ان حتى الان لم يظهر احد ولم يتقدم حتى اليوم الثاني على التوالي الناس كلها مندهشه اليوم الثاني على التوالي في انتخابات النادي الاهلي لم يتقدم احد مش عارفين الامور هتوصل لغايه فين غريبه اليوم الثاني على التوالي لم يظهر احد غريبه جدا مش عارفين بكره الدنيا هيبقى شكلها ايه
النادي الاهلي دايما بيكون ليه حاجه مختلفه يعني بيكون ليه شكل بيعمل حاجه مختلفه دايما يعني بص لو رحت في مرة الانديه تلاقي من اول ساعه في اول يوم فاتت غد تلاقي تدفق. طب اربع اللجان اللي قاعدين دول في النادي عشان قاعدين لجان بقالهم لليوم الثاني. طب بعدين ما يجي يوم واحد وخلاص تعملها يوم واحد وخلاص لليوم الثاني على التوالي مفيش مرشحين، لكن اعتقد ان الرؤيه هتبان يعني في النص الثاني من بعد المؤتمر ان شاء الله. يعني مؤتمر كابتن خطيب كله بينتظر ويترقب كابتن محمود خطيب ماذا سيفعل بكره ان شاء الله. بكره هيكون المؤتمر طبعا، المؤتمر اللي انا بعتبره برده يا كابتن كده كامل احنا قلناه، مؤتمر الثقه لمن يدير النادي الاهلي، مؤتمر الوفاء بالوعد، مؤتمر انا قلت كلمه وبحققها. مفيش حد يعمل كده الا اذا كان واثق من نفسه بنسبه 100% ان كل الكلام اللي قاله من شهر نوفمبر 2017 بس دي ما فيهاش كدب يا استاذ محمد. ما بقول لك ما فيهاش ضحك على الدقون يعني. ما انا بقول اصل ما هو ايه انت بتعمل كده ليه؟ النهارده كان او خلال السنه اللي فاتت قلت ان هيبقى معايا الاستاذ محمد القوسي، فالاستاذ محمد القوسي قاعد اهو يعني انت فاهم مش بالظبط. اصل انت قلت ايه؟ انا معايا برنامج اسمه عائله الاهلي، ده البرنامج يا جماعه موجود بص وعليه الاضافات اللي موجوده بالكامل. البرنامج تحقق كل الاستحقاقات التي وعد بها مجلس كابتن محمود الخطيب تحققت وبشكل رائع وبزياده، فده اللي خلاه يطلع ويقول. اعتقد لو حد قال كلام وما قدرش ينفذه مش هيقدر يواجه الناس بالظبط، فده تاكيد لهذا الكلام. اعتقد على المستوى ده على المستوى الانتخابي، المستوى الانشائي في النادي الاهلي، النادي الاهلي داخل على مرحله كبيره جدا، ينتظر افتتاح فرعه الخامس الذي اوشك على الانتهاء في التجمع الخامس. الحقيقه دي حاجه مهمه جدا، النادي الوحيد اللي ليه خمس فروع حاجه عظيمه داخلين عليها ان شاء الله في المرحله المقبله. غير بقى الاوضاع الماليه والاوضاع الاقتصاديه والتطورات وشركه الاهلي لكره القدم، اشياء كثيره جدا ينتظرها الاهلي ان شاء الله في 2022. برضه خالد اخد وجهه نظرك بالنسبه لكره القدم وبالنسبه للناحيه الاجتماعيه. هو بالنسبه لكره القدم يعني انا عايز بس على صعيد الجهاز الفني يعرف ان الامور ما تزيدش اكتر من كده. اوكي. ما تعديش اكتر من كده. لان فنيا وبدنيا على فكره. يعني لابد ان النادي الاهلي بدنيا يكون اعلى من كده. في بعض القصور البدني عند بعض اللعيبه واضح جدا. انا ما ينفعش وشيء على فكره يزعلني كواحد اهلاوي انك بعض الناس بدات كانت بتقارن بين بعض اللعيبه امبارح، يعني تقارن تقول لك شوف اكرم توفيق عمل ايه. ما ينفعش، لابد ان يكون ده حال كل لعيبه النادي الاهلي. المفروض ان وانا بشاور بقول شوف واحد مثلا كان قليل، لما ما ينفعش في النادي الاهلي يقول شوف اكرم توفيق وليد سليمان عملوا ايه، ده ما ينفعش. فلازم الجهاز الفني ياخد باله من النقطه زي كده. دي لابد ان هي تكون الفتره اللي جايه واضحه علشان النادي الاهلي متعود يكون في المكان اللي المفروض انت بتبني خطوه ورا خطوه ما بترجعش. دي من ناحيه الكوره. من ناحيه الانشاءات طبعا النادي الاهلي زي ما يعني مش عارف ازود على اللي قاله الكابتن الاستاذ محمد القوصي، قال على كل التفاصيل بتاعه النادي الاهلي خلاص اوشك على الفرع الخامس وفي تفكير لحاجات اكتر من كده بكتير الفتره اللي جايه. وده اللي هيقوله اللي انا عارفه يعني ان مجلس اداره النادي الاهلي او المجلس اللي هينتخب ان شاء الله الفتره الجديده هيقول من ضمن البرنامج بتاعه ايه الفروع الثانيه هتبقى الزياده فين. فالنادي الاهلي ما بيقفش عند حد معين سواء على ناحيه الانشاءات او الشركات. ده سر نجاح النادي الاهلي يا كابتن الفتره اللي فاتت واللي جايه باذن الله. اتفضل. انا قلقان على الماتش اللي جاي. يعني هو ماتش ممكن يكون للناس كتيرة سهل، لكن انت نفس العناصر اللي كانت موجوده معاك هي نفس العناصر هتلعب الماتش اللي جاي. مفيش حد من الناس اللي كان مستني نفسه هو اللي يخش. محمد حسين لا صلاح محسن صعب جدا. حسين الشحات اعتقد برضو يعني 50-50. الوحيد اللي ممكن يرجع لك محمد مجدي قفشه. فانا اتمنى من الجهاز الفني ده امنيه مش توقع يعني ان مستر بيتس موسيماني يقفل ده وده، يعني يقفل انه يسمع انتقادات ناس بتتكلم عن حاجات. ده طبيعي على فكره. لا بس اصل طبيعي، ده مدربين العالم كلهم بيتم انتقادهم. حلو. طبيعي اقفل جدا. يبقى اقفل ده وتقفل ده. يعني ما تتكلمش وما تسمعش، اسمع للجهاز المعاون بتاعك، شوف الاخطاء اللي عندك. مفيش فريق مفيش اخطاء. بالظبط. بص على الاخطاء اللي عندك واشتغل عليها. اتمنى ان اللعيبه خصوصا كباتن الفريق كابتن محمد الشناوي وكابتن على فكره بالمناسبه انا كنت عايز اقول لك على النقطه دي لان هم قايمين بدور كبير جدا 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 جدا. انا بس مش عايز اقعد اقول جدا من كتر ما الواحد لان انا سمعت من 4-5 يعني مش من كباتن الفريق، من اللعيبه نفسها بيعملوا معاهم ايه وبيقعدوا معاهم قعدات عامله ازاي. تمام. بس احنا محتاجين 3-4 ايام دول. الماتش ده ممكن تكون شايفاه ماتش سهل، لكن الماتش ده اللي هيوصلك دور المجموعات لازم بقى شكله. والنتيجه دي على قد ما هي نتيجه ممكن تبان ايجابيه للنادي الاهلي، لكن نتيجه صعبه جدا. لازم تكسب باي شكل من الاشكال، لان انت نفس العناصر هتلعب بها ماتش العوده. على المستوى الاجتماعي والاداري ومستوى
النادي الاهلي اعتقد هيبقى المرحله اللي جايه هتبقى مرحله المدينه الرياضيه اللي هتعمل في الشيخ زايد اللي هو الاستاد والمتحف والملاعب الرياضيه والمستشفى. الشركات بقى اللي تم انشائها كلها دور. اعتقد هي هتبقى المرحله الاهم وهيبقى بقى المرحله الثانيه في فرع التجمع الخامس دي هتبقى الشغل الشاغل بتاع الفتره اللي جايه في النادي الاهلي. ابو علي انا يمكن اختلف مع الاستاذ حكيم في حته الماتش اللي جاي. لا احنا راجع حسين راجع قفشه قفشه يعني قوه في فرقه الاهلي. حسين الشحات ناحيه اليمين طبعا هيفرق وجوده ناحيه اليمين في ظل مستواه قبل الاصابه. محمد محمود اللي ما قدرش يشترك في الملعب اللي هناك عشان خاطر ارضيته والكلام ده هيبقى ملعب الاهلي والسلامه. محمد محمود كان موجود في الماتش بس هو ما شاركش. أيوة خاف على العناصر. هو بيقول خاف عليه الماتش. الراجل خاف يلعبه عشان ارضيه الملعب فهيبقى جاهز ممكن يلعب معاك شوط. الماتش الجاي محمد اضافه كبيره بعتبره صفقه جديده من ضمن صفقات النادي الاهلي. ماتش يعني انا شايفه مش صعب لكن جمهور الاهلي عايز يشوف حاجه مختلفه. هي صعوبته ان جمهور الاهلي عايز يشوف من اللعيبه حاجه مختلفه. اتوقع الاهلي يكسب سكور وهيعمل ماتش كويس وباذن الله موجودين فيه. انا معاك على فكره. يعني الماتشات دي اللعيبه لما يعني مش عيب ان انت تقول للعيبه برضو خلي لا اكيد انت بتحذر. لا طبعا لا طبعا وجهه نظر على فكره. ما هو انا معاك في اللي انت بتقوله برضو خلي بالك. يعني هو في النهايه كل واحد فينا بيقول حاجه هو بيقولها عشان خاطر حاجه واحده بس. ايه؟ ان احنا نعدي مصلحه النادي الاهلي. لا مصلحه النادي الاهلي سواء انت لما يعني زي ما مثلا استاذ حكيم حذر وقال خدوا بالكم الماتش صعب. انا شايف من وجهه نظري كراجل يعني متابع جيد للنادي الاهلي او شايف شكل الفرقه والكلام ده لا شايف عوده حسين عوده قفشه وجود محمد محمود لو نزل البدايه باكرم توفيق بدر بنون يلعب ارضيه الملعب الاجواء الكواليس المحيطه بالماتش هتخلي الاهلي يعمل ماتش كبير وهيقدر يكسب سكور كمان باذن الله. دي ما فيهاش ككوره كمان فرقه قليله قوي احنا اللي اديناهم الفرصه ان هم يعملوا معانا كده. هو ده اللي مزعل الناس. ايوه ما انا بقى مزعل الناس كمان تصريح المدير الفني بتاعهم يا كابتن امبارح اتمنى لعيبه الاهلي تكون سمعته. قال لك انا عرفت النقط الايجابيه والسلبيه في الاهلي ورايح العب ماتش. خلي بالك هو ما شافش. معلش بس الكلام ده والله مر عليك كتير يعني بص شبه كنت بالظبط الواحد ده بص بنسمع من الكلام ده بالعكس احنا دايما بناخدها بالشكل ده بتطمن لان التصريحات انا اول لما ابص كده زمان يعني ما كانش في تليفون وما تفتح الجورنال كده وتلاقي مدرب خالد الاتريبي مدرب اللي ايه يقول لك ده الاهلي ده احنا هنكسب ده الاهلي فريق ضعيف وهنكسب 3-4 تشوف كده تعرف لكن هو كلام في النهايه لكن هو كلام المدربين يعني على فكره هو مش هقول له انا هو لو ما شافكش لو شاف الاهلي الحقيقي في الماتش كان عمره ما هيطلع يقول له الكلمه دي. هو عارف هو عارف بس هو هيشوف الاهلي ولا الاهلي اول مره يشوفه عليك يعني هو بيشتغل شغل لنفسي شويه بالظبط كده لكن انا شغل قديم انا واثق انا واثق في اللعيبه بتاعتنا لعيبه رجاله وهيقدروا كلنا واثقين فيهم. الكلام اللي حصل ده وعوده اللعيبه اللي غايبه يعني زي ما بقول لحضرتك الاجواء والملعب والكلام ده هيفرقوا معانا ان شاء الله على المستوى الاجتماعي يعني ليس في الامكان افضل من مكان. انا شايف هيحصل شغل كتير قوي لكن بجد اللي حصل وسبب بعدم تقدم احد سواء بالامس او اليوم للانتخابات ان اللي حصل من المجلس ده في الاربع سنين اللي فاتوا يعني مخلي الناس كلها حتى انا يعني هروح الناس دي عامله ارضيه كويسه جدا بين الاعضاء وعاملين شغل محترم فكله متحفظ مستني يشوف شكل القائمه بتاعت كابتن محمود الخطيب ومستني يشوف المؤتمر بتاع بكره وناس كتيره قوي هتشكل وجهه نظرها وتوجهها في الانتخابات او اللي ناويه تعمله بعد المؤتمر بتاع بكره وبعد كده الاعلان عن قائمه لو بعد المؤتمر الحديد. بتاع بكره يبقى كله هيقفل. ايوه ما انا بقول لحضرتك هتفضل الدنيا فاضيه لغايه يوم السبت اللي حصل حاجه طبعا تدعو للفخر وكواحد اهلاوي لما اشوف النادي بتاعه كنادي رياضي عنده العاب كتيره جدا في انديه كتيره عامله فروع كتيره في كل حته بس ما عندهاش كم الالعاب دي وكم المصاريف اللي بتتصرف والتعاقدات والحاجات دي. لا واللعب على رقم واحد بالظبط مش على رقم اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه وبتاخد بطولات يعني انت لقيت نفسك بتصرف هنا كتير فتقول ايه لا طب انا اقلل من هنا شويه مش مشكله لو خدت ثالث ولا رابع كويس برضو انت ما عندكش الاوبشن ده ما عندكش الاوبشن ده توحيد كمان هويه شكل المقر والفروع سواء الباب او من جوه تخش النادي تحس ان انت الفروع زي المقر كلهم شكل واحد. دي انا وجهه نظري يعني الحقيقه بعتبرها واحده من ابرز وافضل اللمسات انك بتعمل الشخصيه هويه الهويه ان انا زمان كنت لما بمر جنب النادي الاهلي والاقي السور وعليه سلك شائك وحاجات مش لائقه بالنادي الاهلي كنت بزعل الحقيقه من الوضع ده. دلوقتي النادي الاهلي بقى ليه شكل وشخصيه بحيث انك انت مجرد ما تشوف صور طول عمر الاهلي ليه شكل ده النادي الاهلي انا بتكلم عن شكل من بره خالص هو كابتن اسلام يعني اللي حصل في شكل شكل السور اللي معمول والبوابات الحقيقه يعني فكره جميله جدا بنحيي اداره الاهلي عليها الحقيقه يعني هو هم بامانه يعني ختاما لكلامنا او يعني اخر حاجه ممكن نقولها
احنا كناس اهلاويه لازم نوجه الشكر للناس دي بجد على عمله. ان انت تبقى مختلف وان انت تبقى راقي في تعاملاتك حتى في ظل الازمات وفي ظل المشاكل اللي حصلت وفي ظل الدنيا كلها عندها مشاكل وانت ثابت وماشي بشكل كويس بتنجح وبتحقق نجاحات سواء زي ما قلنا كوره او اقتصاد او على المستوى الانشائي. ان انت اول نادي في مصر يعمل الشركات سواء شركات بقى انشاءات او خدمات او شركه الكوره، ان انت تطور في الفريق بالشكل ده. احنا لو اتكلمنا من 2017 لحد السنه دي على كم الصفقات اللي جت وكم التدعيم اللي حصل لفرقه الكوره، لا كم مهول، وجبت لعيبه على اعلى مستوى لحد ما وصلت في الاخر. وانت تعلم يا كابتن اسلام ان بناء فريق الكوره مش سهل، انت كل فتره بتجيب صفقات، في ناس تقدر تلبس تيشيرت الاهلي وتستحمل الضغوط، وفي ناس بتبقى نجوم في فرقتها وما تقدرش. وده اللي كان بيميز جيلكم، ان الجيل بتاعك كان كل اللعيبه فيه عندها شخصيه، بلعب نهائي زي بلعب تمهيدي، بلعب قدام جمهور زي بلعب من غير جمهور، بلعب ماتش صعب زي سهل، شخصيه اللعيب هنا اللي بتفرق. ففي لعيبه كتير ما قدرتش تستحمل الضغوط دي وما قدرتش تلبس التيشيرت بتاع النادي الاهلي، وفي لعيبه كملت. فالصفقات دي اما موسم تجيب 11 صفقه، بعد كده 11 صفقه، بعد كده خمس صفقات، في خمس صفقات والسنه يعني تم التدعيم بشكل في الاخر وصلت ان انت عندك في كل مركز ثلاث لعيبه او اربع لعيبه احسن. هو ده اللي كان بيتكلم عليه، وده اللي بيعمل الحاله التنافسيه اللي بتخليك وانت نادي بتشترك في دوري وكاس وسوبر مصر وسوبر افريقي ودوري ابطال وممكن توصل كاس عالم ست بطولات في الموسم، لازم يبقى عندك الشكل ده ولازم يبقى عندك القوام اللي في كل مركز في الملعب فيه او ثلاث لعيبه زي بعض او قريبين من بعض. وده يحسب طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب بصفه المشرف العام على فريق الكوره، وده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. انا بشكركم جدا جدا. انا لسه ما خلصناش على فكره الحلقه، ولكن النهارده الحقيقه عندي تقرير مهم جدا. هي سيده عظيمه الحقيقه، وهي مثال رائع للسيده المصريه العظيمه اللي بنشوفها دايما في كل حته في مصر. هي سيده مصريه اهلاويه، ام خالد سيده مصريه اهلاويه، هي بتشتغل في الغاز، يعني انابيب الغاز، بتاخد الانبوبه تطلع بيها للبيت تحط الانبوبه، سيده مصريه مكافحه اصيله الحقيقه. ايه يا كابتن؟ ام خالد. لازم تبقى اهلاويه على طول طبعا عشان ام خالد. ماشي. فالحقيقه هو تقرير رائع جدا. انا عايز حضراتكم تقعدوا تتفرجوا على هذا التقرير عشان تعرفوا قد ايه كم الحب اللي بتحبه او اي حد اهلاوي بيحب النادي بتاعه قد ايه. كلمات مهمه جدا وسط هذا التقرير. هسيب حضراتكم مع تقرير هام جدا لواحده من السيدات او من سيدات مصر، حاجه محترمه جدا وحاجه رائعه جدا بتحب النادي الاهلي، واحنا حاولنا الحقيقه ان احنا نكون جزء من تحقيق حلم ولو بشكل بسيط ان هي تكون موجوده داخل النادي الاهلي، وده اللي حصل النهارده. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير التتر بقى، وبعد التتر هشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. اشكركم وان شاء الله اشوف حضراتكم على خير بعد هذا التقرير الهام جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. الحقيقه تقرير مهم جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل مشجعي النادي الاهلي. النهارده عندنا تقرير مهم من داخل البيت الكبير، من داخل النادي الاهلي. سيده عظيمه، سيده بتجتهد علشان ولادها، عشان والدتها، عشان جوزها، عشان كل حاجه. الحقيقه مثال للسيده المصريه اللي دايما بننظر لها بفخر واعتزاز. أم خالد هتكون معانا النهاردة، هي مشجعة أهلوية. أنا شفت الفيديو الحقيقة أنا ومجموعة العمل على جريدة الوطن أو فيديوهات جريدة الوطن، وكانت بالنسبة لنا لحظات مؤثرة جدا اللي بنسمعها قد إيه هذه السيدة الجميلة كانت بتشوف شغلها وبتشجع النادي الأهلي في نفس الوقت. فحاولنا أو هنحاول خلال اللحظات القادمة إن هي تكون مبسوطة ولو يعني بجزء بسيط جدا جدا بوجودها داخل البيت الكبير النادي الأهلي، من خلال إن هي تبقى موجودة معانا في هذا اللقاء اللي هاخده أنا وهي، وبعد كده هنطلع بقى نتفرج على كل معالم النادي الأهلي. إزيك يا أم خالد؟ إزي حضرتك كابتن؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله في كله تمام؟ نعم الحمد لله. وحشانة جدا. ده أولا ربنا يخليك. اتفرجنا على الفيديو اللي أنت كنت عاملاه على جريدة الوطن أو على فيديو جريدة الوطن، وساعدنا بالكلام، سعدت جدا الحقيقه، وكل الاهلاويه ساعدوا بهذا الكلام. ربنا يخليك. وبنحاول على قد ما نقدر ان انت تكوني معانا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي داخل البيت الكبير النادي الاهلي. يعني فخر ليا طبعا ان انا ابقى ظاهره موجوده معانا، انت موجوده معانا. اتفضل.
اتفضلي. فخر ليا طبعا ان انا موجوده في قناه النادي الاهلي ومع حضراتكم. ربنا يخليك يا ام خالد. ربنا يخليك. يعني اولا احكي لنا انت بتشتغلي ايه وايه الوضع والدنيا عامله ازاي والنادي الاهلي بيمثل ايه بالنسبه لك؟ بيمثل حاجات كتير. حاجات كتير بالنسبه لي، يعني ببقى شغاله بالتروسيكل بالانابيب، ولو في ماتش الساعه 3 مثلا اروح واقفه على نص القهوه. ابص على النتيجه، لو انا مخلصه بقعد اكمل بقيه الماتش. انت بتشتغلي بتغيري انابيب، بتبيع انابيب. بوديها لحد البيت. بوصلها لحد منطقه ايه بقى؟ منشيه البكاري. في منشيه البكاري في الهرم. في الهرم منشيه البكاري. عند في المربع بقى اللي احنا فيه، عند رسلان والحتت دي في البلد عندنا، في كل حته. انا في اي حته حد يرن عليا وبروح له في اي حته. وتروحي وانت اللي بتطلعي لهم الانابيب؟ مش شغلانه صعبه؟ طبعا صعبه. مفيش حاجه بالسهل طبعا. ربنا يديك الصحه. بس هو بقى اكل العيش بقى. اكل العيش. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. وعندك كام ولد يا ام خالد؟ عندي خالد وسعيد وحبيبه. خالد وسعيد وحبيبه. ربنا يخليهم لك. كلهم اهلاويه؟ كلهم. كلهم. ها؟ ووالدتك اخبارها ايه؟ ده متعصبه اكتر مني. لا والله. والله. مش كنت جبتيها معاكي؟ ربنا يديها الصحة بس. ربنا يديها الصحة. عشان هي تعبانة. رجليها تلاقي رجليها. ربنا يديها الصحة. ربنا يديها الصحة. هتوقع على رجليها بس ومركبة شرايح ومسامير والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. في العربية بتاعت البرسيم اللي هي كانت بتركبها دي. كانت بتركب عربية برسيم؟ كانت بتوزع برسيم يعني. بتوزع البرسيم برضه على البيوت. فوقعت على رجليها، فلا مؤاخذه العربيه بتاع الحمار دست على رجليها. من شهر 12. مركبه شرايح ومسامير ولسه لحد دلوقتي ما تتحركش، قاعده في البيت على السرير. ربنا يقومها بالسلامه يا رب. ربنا يخليك. ربنا يقومها بالسلامه. قولي لي يا ام خالد، يعني لما سمعتي ان النادي الاهلي بيستضيفك هنا في البيت الكبير، يعني احنا دايما بنسمي النادي الاهلي. بقيت ماشيه في الشارع مبسوطه. اتبسطتي؟ اول ما جال الرقم ورن عليا وبيقول لي عايزين نقابلك في قناه الاهلي. اتبسطت جدا. وبقيت داخله على والدتي قلت لها اسكتي. مش انا رايحه الاهلي؟ قالت لي يا شيخه. قلت لها والله رنوا عليا. رنوا عليا واستضافوني. اول مره تخشي النادي طبعا. اول مره. مبسوطه ان انت موجوده جداً في النادي الاهلي؟ جدا. انت طول عمرك مبسوطه. وملك وكتابه بتفرج عليها اثنين وخميس كمان بستناها. اثنين وخميس بتفرج عليها. وايه تاني؟ وخط على كل البرامج. وحضرتك الساعه 11. والله بفضل قاعد لحد ما بيخلصوا كمان. ايوه. بتصحي امتى الصبح بقى؟ حسب بقى، الساعه 8. على حسب الشغل اللي عندك. طيب الماتشات اللي انت بتحبيها للنادي الاهلي بيتفرج او انت بتتفرجي فيها على النادي الاهلي، اكتر ماتش معلق في دماغك ايه؟ كتير، بالذات بتاع ابو تريكه. بتريكا ايه الصفاقسي؟ بتاع الماتش اللي هو جه في اخر دقيقه ده. اللي جاب الجون بشماله. الدنيا اتقلبت. كنت فين انت ساعتها؟ كنت موجوده في بيت ابويا. بتتفرجي على بيت ابو في البيت عند الحاج. لسه ما كنتيش نزلت اشتغلت؟ لا كنت موجوده والدي الله يرحمه برضو. كان بيبيع يعني بطيخه كده، وكنت بنزل معاه. كان برضو معايا عربيه. اهلاوي برضو الله يرحمه. الله يرحمه. انتوا بيت كله اهلاوي؟ كلنا اهلاويه. والله العيله كلها اهلاويه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الماتش ده بيفكرك بايه، او يعني عملت ايه ساعتها لما ابو تريكه جاب الجون ده؟ الدنيا اتقلبت. وعايز اقول لحضرتك، احنا لما بناخد بطوله عيالي بيقعدوا يزنوا على لازم تعزمينا على حاجه. والله لازم تعزمينا. يعني انت مش الاهلي كسب؟ مش انت قلت لو كسب وخد بطوله هعزمكم؟ لازم تعزمينا. وبتعزميهم؟ وفعلا بعزمهم. بتضحكي عليهم؟ لا بعزمهم. بعزمهم والله. بجيب لهم في البيت يعني حاجات اللي هم عايزينها. اتفرجتي على ماتش القضيه ممكن، اللي هو الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا؟ كنت واقفه على حيلي. كنت بتتفرجي عليه في الشارع؟ كنت واقفه على حيلي. كنت واقفه. بص ما قلتش لحضرتك، اي ماتش للاهلي وبيبقى صعب. دماغي دي بتنفجر، اقسم بالله. دماغي بتصدع. لدرجه عندنا في البيت يقعدوا يقولوا لي يخرب بيتك هيجري لك حاجه. هم يعني يدوك ايه؟ قلت لهم مش عايزه حاجه. انا لو كسبوا انا اللي هجيب لكم. لا والله انا اللي هجيب لكم، انا مش عايزه من حد حاجه، انا هجيب لكم انا. يعني حب النادي الاهلي ده. يقولوا لي هتجيب لنا يعني حاجه ساعه؟ اقول لهم هجيب لكم حاجه ساعه. هتجيب لهم حاجه ساعه؟ هجيب لكم. بتجيب لهم دايما؟ بجيب. بسم الله ما شاء الله. الاهلي بيخليك طبعا. امال ايه؟ جدا. عشان بيكسب بطولات كتير طبعا. طبعا ربنا يحفظهم. بس بتبقي مبسوطه؟ انا سمعتك بتقولي ربنا يحفظهم يا رب
وال11 جاية ان شاء الله يا رب ان شاء الله. متابعه مين اكتر او يعني شايفه مين افضل لعيب من اللي موجودين او اللعيبه اللي موجوده دلوقتي يعني قبل الجيل اللي فات ما نتكلم عن الجيل اللي كلهم فات كلهم ربنا يبارك لهم. مجدي افشه ومحمد شريف والشناوي طبعا النجم بتاعنا الشناوي. تحب الشناوي؟ ايوه طبعا النجم. زعلت لما اتصاب؟ جدا ايوه زعلت طبعا. بس علي لطفي برضو جون كويس. ايوه ربنا يبارك له. برضو صد كورتين امبارح الحمد لله. اتفرجتي على ماتش امبارح برضو؟ امال ايه وانت ماشيه. بس الشوط الثاني بقى كنت روحت لان هو كان بدا 5:30 كنت لسه ما روحتش. بس لحقت بقى الشوط الثاني في البيت. زعلانه من اداء الاهلي امبارح ولا مبسوطه ولا المهم النتيجه ويحلها الف حلال لما الماتش التاني؟ لا طبعا التاني. احنا في متوشه بتزعلنا. في متوشه بتزعلنا؟ بتزعلنا ان بيبقى بايدينا المكسب واحنا اللي بنضيعه. بيبقى في ايدينا يعني نكسب وبيجينا فرص سهله جدا. يعني فرص مننا للجون وسهله ونضيعها بتزعل. زعلتي على الدوري السنه اللي فاتت ولا كان بقى 6-7 بطولات قبلها فكنت زعلت طبعا؟ بس هو الاهلي بيفرحنا على طول واحنا مستنيين اللي جاي ان شاء الله يبقى احلى. وزعلت طبعا على السوبر جدا. وعلى السوبر طبعا. عايزه ايه من اللعيبه خلال فضل يعني لو هتوجهي رساله للعيبه تقول لهم؟ عايزه ربنا يكرمهم ويكسبوا لنا البطولات اللي جايه ان شاء الله. ربنا يصلح حالهم بس ويكفيهم شر الاصابات. عشان الاصابات دي على طول على طول اصابات. فربنا يكرمهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. برضو عايز اسالك بتتابعي اوروبا؟ بتتابعي محمد صلاح؟ بتابعه. ايه رايك في محمد؟ شفت الجون اللي جابه؟ انا شفت. انت شفتي؟ ايه رايك؟ شفت. عايزه خالد يبقى كده ولا ربنا يوفقه يا رب؟ عايزه خالد يبقى زيه كده؟ ربنا يصلح لهم الحال. ولا زي قفشه والشناوي؟ اتمنى طبعا. اتمنى. يعني بصراحه ابو خالد يعني التقرير ده بالنسبه لي واحد من التقارير المهمه جدا. ربنا يخليك. لان انت بتمثلي السيده المصريه الجميله في مصر الحقيقه. ربنا يخليك. وشك جميل وكلامك جميل وانت تستحقي كل الخير الحقيقه. واحنا بنشكرك النهارده طبعا على ان احنا استضفناكي. يعني ده شرف لينا اولا ان انت تكوني معانا. ودايما الاهلي هو فرحتنا يعني طبعًا. كلنا كأهلاوية. الاهلي دايما هو فرحتنا طبعا. والاهلي فوقنا كلنا فوق الجميع. يعني فوقنا فوق ابنائه عشان هم بيقعدوا يقولوا ازاي الاهلي فوق الجميع. لا الاهلي فوقنا احنا فوق الجميع فوق ابنائه. مش فوق حد تاني. احنا فوق النادي الاهلي فوق ولاده بس. واحنا بنتبسط. احنا فخورين بالنادي بتاعنا. طبعا فخورين. واحنا كمان اللي بيمشي من عندنا في النادي ما بنبقاش زعلانين لان هو اللي يزعل على نفسه عشان بيشوف اللي بيحصل له. حتى لو بياخد فلوس كتير. ايوه طبعا. انا هاخد جنيه في الاهلي و10 بره. طب ما اهو انا المفروض اخد بطولات ما ياخدش فلوس. ما حصل اهو مع رمضان ومع عبد الله السعيد ومع غيره ومع غيره. اسماء كتيره الحقيقه. كتير. اخيرا انت مبسوطه النهارده ان انت موجوده؟ يعني مبسوطه على الله نكون عملنا حاجه ولو بسيطه جدا في ان احنا نبسطك خلال رحله من الحياه صعبه جدا انا عارف. ولكن في النهايه انت بتمثلي السيده المصريه المثال لكل سيده مصريه الحقيقه موجوده في مصر خلال هذه الفتره. انا بشكرك جدا. احنا دلوقتي هنقوم نلف على النادي كله. هوريكي التتش، هوريكي اللعيبه بتتمرن فين، هوريكي اللعيبه بتقعد فين، هوريكي اهم المعالم اللي موجوده في النادي الاهلي. ويعني يا رب نكون عملنا حاجه ولو بسيطه معاكي. ربنا يخليك. يعني وانا شرف ليا طبعا ان انا ابقى موجوده في النادي الاهلي. ربنا يخليك يا ام خالد. ومبسوطه ان انا مع حضرتك. وكان نفسي ابقى مبسوطه اكتر ان انا اشوف الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب ان شاء الله كلنا بنحبه فعلا. طبعا الكابتن الخطيب فعلا يعني اسطوره والله كبيره الاسطوره بتاعتنا طبعا. ربنا يكرمه يا رب ويحفي عنه يا رب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله قريب ان شاء الله تسمعي خبر برضو نسمعي خبر الله. يفرحك وتزوري النادي الاهلي مره ثانيه والكابتن الخطيب يكون متواجد ان شاء الله. انا بشكرك يا ام خالد. تعبناكي معانا النهارده وجبناكي وضيعنا عليكي اليوم كله. ولكن انا بشكرك جدا واتمنى ان احنا نكون بقول لك لو عملنا حاجه بسيطه جدا معاكي ومع الولاد وتبقي في وسط ناسك كده وفي وسط الاهلاويه كلهم. لا انا رحت النادي الاهلي وشفت أيوة النادي. ايوه طبعا. امال ايه. والله لسه واحد امبارح بيقول لي انا شفت الفيديو بتاعك. هو زملكاوي وانا بنخشه على طول. يقول لي هتروحي؟ قلت له هروح.
يا شيخ عايزه تشوف الخطيب؟ قلت له اه طبعا، امال ايه؟ انت تكسبه؟ قلت له ان شاء الله هنكسب. هم عندنا يعني عارفين ان انا متعصبه جدا، وبقعد بقى انا اغشهم يعني، لو مثلا احنا خدنا منهم حاجه وكده بيشوفوني اصلا بيستخبوا. لا والله، عشان هم عارفين هعمل فيهم ايه. والله العظيم ربنا يديك الصحة، ودايما الأهلي يفضل فوق جميع أبنائه زي ما دايما بنقول، زي ما حضرتك قلتي. ولو عايزة تقولي أي حاجة يعني، عايزة توجهي رسالة للجمهور الأهلي، للعيبة الأهلي، للكابتن خطيب، لمجلس الإدارة، أي حاجة يعني، اتفضلي حضرتك، الكاميرا معاكي، اتفضلي قولي اللي أنت عايزاه. ربنا يخليك. طبعا بشكركم طبعا كلكم، وبشكر الكابتن الخطيب. مفيش نصيب إن احنا نشوفه، وربنا يوفق اللعيبة إن شاء الله في اللي جاي، وان شاء الله جاي ان شاء الله يبقى احسن واحسن باذن الله. جمهور الاهلي تقولي له ايه؟ طبعا جمهور الاهلي دايما مساندنا ومساند الاهلي وفي ظهره على طول. باذن الله. متشكرين جدا يا ام خالد، تعبناكي النهارده وضيعنا لك اليوم، ولكن احنا سعداء بيكي جدا جدا جدا، ويعني دايما مشرفانا ودايما الاهلاويه في كل مكان. الله يخليك. متشكرين جدا يا ام خالد. شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شايفين، ده مثال بسيط للسيده المصريه الاهلاويه اللي بتجتهد عشان ولادها وعلشان ناسها، وبرضه بتحب ناديها باقصى درجه زي ما حضراتكم شفتوا. هنطلع فاصل وانا هاخد ام خالد دلوقتي، وهنلف شويه في النادي الاهلي، وبعد كده نشرب معاها عصير ولا حاجه، وان شاء الله ترجع لشغلها. ودايما مشجعي النادي الاهلي يفضلوا دايما موجودين، ونحاول نبسطهم على قد ما نقدر. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل. طبعا يعني احنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده، وسعداء بوجود خالد معاكي. طلبتي او شفنا ان انت طلبتي ان انت تبقي موجوده في النادي الاهلي، فحاولنا ان احنا نحقق جزء من احلامك ومن حلم خالد ان انت تبقي موجوده في النادي الاهلي. اتفضلي يعني، خلينا نتمشى في النادي. ويعني النادي الاهلي بالنسبه لك بيمثل ايه يا ام خالد؟ وبرده اسمع من خالد يعني. اتفضلي. بيمثل لي كتير. وبابا مبسوطه طبعا لما بتفرج على الاهلي، ولما نكسب كده وناخد بطولات طبعا. بابا مبسوطه وفخوره. فخوره ان انا اهلاويه. بتشجعي الاهلي من زمان طبعا؟ من زمان جدا. من انا صغيره. الجيل اللي انت فاكراه بقى من الاهلاويه مين؟ القديم؟ قديم جديد اي حاجه. اي حاجه اللي انت عايزه. عايز القديم ماشي. القديم بركات، عماد متعب، ابو تريكه، حسام الحضري، كل الاجيال دي، وائل جمعه، جديد مجدي قفشه، محمد شريف، الشناوي، علي معلول، علوله طبعا. وانت يا خالد اخبار الدنيا معاك ايه؟ محمد شريف وقفشه طبعا، وكابتن محمد الشناوي. مين اكتر واحد بتحبه؟ محمد هاني، محمد علي معلول. علي معلول، تحب علي معلول؟ تحب وليد سليمان طبعا. طبعا. طبعا عامل كابتن وليد سليمان. مبسوط ان انت في النادي الاهلي؟ مبسوط وفخور يعني ان انا في النادي الاهلي طبعا. طيب هنكمل كلامنا مع السيده الفاضله ام خالد الحقيقه، في ظل امور كثيره جدا وحاجات على قد ما بنقدر الحقيقه، بنحاول ان احنا دايما نسعد الناس في هذه الامور. ده تمثال صالح سليم. أيوة كابتن صالح سليم طبعا، رحمه الله عليه، الاسطوره الكبيره في الاداره وفي كره القدم. تفتكري ايه عن اهم قرارات خدها كابتن صالح وهو رئيس للنادي الاهلي؟ او يعني حاجه انت فاكراها صالح سليم عملها، وكابتن صالح سليم عملها وشايفاها ان هي بتمثل شيء مهم؟ تسمعي عنه؟ بسمع عنه كتير والله. والله
شايفه بقى دي المدرجات بتاعه التتش من هنا احنا رايحين دلوقتي، بس هي دي المدرجات بتاعه مختار التتش. احنا النادي دايما بيبين كل حاجه من خلال الوسع اللي موجود لاعضاء الجمعيه العموميه. احنا كده شفنا تمثال الكابتن صالح وهنكمل، هنروح بقى لملعب مختار التتش، برضو من الملاعب او المعالم الكبيره جدا داخل النادي الاهلي. ايوه بتحب الحاجات دي يا خالد؟ طبعا. ها النهارده هتبقى مبسوط وهترجع لاصحابك تقول لهم انا شفت، هتقول لهم بقى انا شفت ايه جوه النادي؟ ان انا فخوره بقى اهلاوي ومبسوط ان انا جيت النادي الاهلي. مبسوط ان انا جيت هنا وتصورت طبعا في النادي الاهلي. نادي القرن طبعا. ماشي. تفتكر انت عندك كام سنه؟ 16. تفتكر الماتش اللي انت بتحبه للنادي الاهلي اللي معلم معاك؟ بتاع افريقيا اللي خدناه من زمان، بتاع الدوري بتاع الهادية ممكن. ها؟ عملت ايه ساعتها؟ فرحت جامد، فرحت جامد 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 جامد. كنت بتتفرج في البيت ولا بره؟ ايوه في البيت مع ابويا كده. والله وعملت ايه بقى؟ فرحنا جامد جامد. ما كسرتوش حاجه؟ والله انا شلت ابن اخويا وقعدت الف بيه. لا والله. والله شلت ابن اخويا وقعدت الف بيه واتنطط بقى. وعندنا بقى في الشارع بره زمامير بقى وبقى الشباب تهيص ولع شماريخ و... لا والله. والله اليوم كان ده يوم طب والعاشر العاشره بقى عشان بقى لها فتره طبعا غايبه عننا. فعشان كده التاسعه دي كانت فرحه بالنسبه لنا جامده اكتر من العاشر. طبعا عشان بقى لنا كتير ومن الزمالك طبعا واخدينها. يعني عشان تعرفي تنغشي الناس. طيب ايوه يعني طبعا البطوله الافريقيه التاسعه دي بطوله مهمه جدا ويعني كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين ان احنا. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا احمد بيه؟ السلام عليكم. ربنا يخليك يا فندم. ان شاء الله يا فندم. فيعني التاسعه والعشره اعتقد بطولتين ورا بعض مهمين جدا. ايوه طبعا. ها؟ طبعا ان شاء الله. خالد قول لي برضو وانت قاعد بتتفرج على الاهلي بتبقى مبسوط؟ ايوه طبعا ببقى مبسوط جدا جدا، ببقى مبسوط ان انا شايف اللعيبه بتلعب حلو ومبسوطه وكده. يعني انت عاجبك الاهلي الايام دي؟ ايوه. الماتش بتاع امبارح هو اللي ما كانش حلو قوي يعني، بس الحمد لله احنا في ارضهم وجبنا جون يعني. الحمد لله. والله ده انا ناخده محلل معانا. ايه رايك؟ ايوه. يحلل الماتشات؟ قال لك اهم حاجه ان احنا، قال اهم حاجه ان احنا جبنا جون. في ارضهم. ايوه في ارضهم. طب الماتش اللي جاي يوم 23 يعني ان شاء الله متوقع ايه؟ ان شاء الله بنكسب ان شاء الله 2-0 باذن الله. 2-0؟ ان شاء الله. اعتقد هو فريق عادي. عادي مش صعب يعني، بس هي الارضيه كانت وحشه امبارح اصلا. الارضيه كانت صعبه جدا. انت عارفه الماتشات اللي زي دي دايما بتبقى فيها الحر والرطوبه والحاجات دي في افريقيا بتبقى صعبه جدا، وهي الارضيه واعي مش متعودين ان احنا نتفرج على ماتش بالنهار يعني، نلعب بالنهار وكده. انهم مبسوطين ان احنا تعادلنا امبارح برده عادي مش مشكله، ان شاء الله نكسب النهار. بس انا بالنسبه لي التعادل خساره، ما بحبش نتعادل، بحب نكسب على طول. ما هم الاهلاويه، احنا الاهلاويه كده عندنا شغف بان احنا دايما نكسب وان احنا دايما. ربنا يكرم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هنكمل جولتنا مع ام خالد وهنروح على استاد التتش نشوف ام خالد تشوف استاد التتش. هنروح نشوف هذا الموضوع. يلا. زي ما انت شايفه كده ده دخلت الملعب، ملعب مختار التتش. طبعا هو تم تجديده الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت، المدرجات، صور الشهداء اللي اتحطت، الحقيقه كل حاجه يعني موجوده هنا. طبعا هنشوفه بقى ده كله، دي ادوات الملعب يعني، في ادوات هنا للملعب وفي كل حاجه يعني. هو زي ما انا قلت لحضرتك النهارده للاسف الشديد ان اللعيبه كلها النهارده اجازه لان هم لسه راجعين من السفر امبارح، فالنهارده وبكره هم اجازه، لكن ان شاء الله فيما هو قادم ان شاء الله تبقي موجوده معاهم يعني ان شاء الله. كده احنا هنخش بقى ملعب خلود، خش التتش. حلو عاجبك؟ ها
طبعا احنا هنا عشان مش عايزين نروح الناحيه دي خالص لانه الناحيه دي المدرج اللي كان قابل ما عادي لو ده لو تراب حاجه من ريحه الاهلي يعني حتى لو الارضيه دي تراب برضو حاجه من ريحه الاهلي مش هتزعلنا. تحب الاهلي للدرجه دي؟ بس ان احنا داخلين الاهلي طبعا طبعا والله العظيم مش عشان اي حاجه اقسم بالله انا فعلا بحب الاهلي بجنون يعني بحبه جامد يعني وبشجعه جدا جدا مش عشان مثلا ان احنا بنصور ولا كده لا انا بحب الاهلي جامد حتى لو تراب ان شاء الله حتى لو تراب حتى اتفضل يا خالد يمكن تكون في يوم من الايام واحد من اللعيبه اللي موجوده هنا داخل النادي الاهلي و هو كان بيلعب كوره عندنا في الليه بالساعه دي وكده بس هو اكمن يعني معيشه وكده فهو شغال اشتغل معاكي اتفضلوا خلينا نتمشى كده برضو في مصنع بتاع المونتاج انا بس عايزك تبقي دايما حاسه ان انت كنت في جوه النادي الاهلي اللعيبه بتتمرن فين وطبعا زي ما قلت لك واحنا ماشيين ده كان اللي ورانا الصاله اللي بتلعب فيها الهاندبول والسله والطايره والحاجات دي كلها الالعاب الصالات يعني مبسوطه برضو ان احنا لسه واخدين بطوله برضو بتاعه السله البطوله العربيه مبسوطه برضو ان احنا واخدينها بقالنا فتره ما كناش بناخدها متابعه السله كمان السله والطايره وكله كله والله وانت يا خالد طبعا بنتابعهم كل اي لعبه بتاعه الاهلي انت لازم نتابعها اي لعبه الاهلي بيلعبها لازم نتابعها يد بقى سله قدم اي كوره مش قدم بس يعني اي حاجه فيها اسم الاهلي طيب الاهلي خلاص معاها ربنا يديك الصحه يا ام خالد يعني زي ما قلت لك ده المدرج الشهداء الصور موجوده طبعا الحاجات دي برضو دي دكه البدلاء اللي موجوده اللي بيبقى دايما هو اللعيبه بتطلع هي دي اوض اللعيبه اللي تحت دي اللي مقفوله دي اوض اللعيبه بيخشوا غيروا جوه خالد برضه عشان تبقى فاهم مؤمن زكريا برضه وقاعد هنا ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله مؤمن طبعا ربنا يا رب ربنا يقومه بالسلامه فاللعيبه هنا بتطلع من هنا هنا هتلاقي في صالات الجيم والحاجات الخاصه باللاعبين و يعني اللعيبه بتطلع من هنا تقعد بقى في الدكه دي فيعني كده تقريبا انت يعني شفتي كل حاجه تخص النادي الاهلي اللي موجود هنا على الاقل في مقر النادي الاهلي في الجزيره اتفضلوا انا عايزكم برضو تقعدوا عشان خالد كده لما يروح للي ما بيشجعوش الاهلي يقول لهم انا كنت قاعد مكان وانت برضو ابو خالد ايوه طبعا تقول لهم انا قعدت في المكان اللي بيقعد فيه المدير الفني وال ايوه كل حاجه واللعيبه انت بقى بتحب اكتر حد مين بتحبه في اللعيبه اللي موجوده دلوقتي انت قلت لي علي معلول علي معلول دايما بيقعد هنا تلاقيه قاعد على الشمال برضه ايوه لانه بيلعب باك شمال فبيقعد ناحيه الشمال ايوه رفعاته جامده على طول في العادي على الدماغ على طول الرفعات بتاعته علي معلول جاب جون ضربه الجزاء امبارح الحقيقه كانت اتفضلوا اقعدوا كده برضه اقعد بقى انت على يميني يا ام خالد وخالد على شمالي تعالى اقعد انت هنا يا خالد اتفضل يا ام خالد هنا ام خالد المدير الفني الجديد للنادي الاهلي النهارده هتدينا التعليمات النهارده من المكان اللي احنا قاعدين فيه ماما كابتن موسيماني يطلع حد ولا كده اقول له طب ليه طلعته ليه ما هو ماشي كويس والله وانت يا خالد بتعمل ايه طبعا ساعات بتضايق شويه اللي هو طلع بس اهم حاجه نكسب الماتش اهم حاجة. دي اهم حاجه واللعيبه بتلعب حلو طبعا والحمد لله الماتش بيمشي زي الفل كل حاجه الحمد لله يعني لو انت قاعده بقى مكان موسيماني وعندنا الماتش الجاي هتلعبي بمين مين اللي هيلعب الشناوي يلعب بقى الشناوي مصاب فعلي لطفي اللي هيلعب انا العب تلعبي ايه طيب تلعبي ايه لو انت بتلعبي العب ايه راس حربه يعني ولا باك ولا ممكن راس حربه راس حربه عشان تجيب اجوان عشان تفرحي الناس اقول له ده انا اجيبه وانت خالد طبعا انا بحب العب باك يمين باك يمين زي محمد هاني يعني زي اكرم توفيق صح بحبهم الاثنين ايوه بحبهم طبعا ما فيش لاعب في الاهلي امبارح نزل شويه ولع الماتش صراحه كويس جدا امبارح
كان كويس والله. هو نزل سخن الماتش شويه. برضه محمد هاني مش وحش، كويس، ربنا يوفقهم يا رب. ربنا يكرمهم يا رب جميعا، يا رب كلهم يصلح حالهم ويكفيهم الشر، اهم حاجه ويكفيهم شر الاصابات يا رب ان شاء الله. يا رب رب يصلح حالهم. شرفتينا ونورتينا يا ام خالد، يعني انا سعيد جدا جدا. مبسوطه وفخوره ومن جوايا كده بيزغرط عشان ان انا جيت هنا في النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه، ومتشكرين جدا على قبولك ان انت تكوني موجوده معانا النهارده في النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي هو بيتنا الكبير اللي احنا دايما بنكون موجودين فيه، احنا 24 ساعه قاعدين في النادي طبعا. فبشكرك جدا يا ام خالد، وان شاء الله القادم دايما افضل ان شاء الله. متشكرين جدا، ربنا يخليك، شرفتي ونورتي. متشكرين يا خلود، شرفت ونورت. نورك طبعا، نتشرف ان احنا نيجي هنا طبعا، نيجي نشوف استاد الاهلي ولاعيبه الاهلي وطبعا كل حاجه في الاهلي. ده شرف لينا طبعا. طيب، ده كان تقريرنا مع ام خالد، مشجعه مصريه اهلاويه وسيدة مصرية عظيمة جدا كسيدات مصر الحقيقة. زي ما حضراتكم شفتوا، هي جولة بسيطة جدا بنحاول أن ندخل البسمة على واحدة من مشجعات النادي الأهلي. ربنا يكرمها وربنا يكرمنا جميعا، وإن شاء الله النادي الأهلي يظل دائما فوق جميع أبنائه، عشان دايما الكلمة دي بتزعل ناس كتير، فيظل دائما النادي الأهلي فوق جميع أبنائه. شكرا.